يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شادي. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. طبعا إحنا في حالة حداد ولمدة 3 أيام على وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، واللي توفى بالأمس. وصدر بيان عن رئاسة الجمهورية نعى فيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الزعيم الفقيد الرجل العظيم الذي كان داعما لأمته العربية والإسلامية وحريص على شؤونها، حكيما في قيادته، قدم كمان الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية. رحم الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الذي كان قائدا من طراز نادر وصاحب مواقف عظيمة، وكان ليه رصيد كبير جدا في قلوب العرب وخاصة طبعا المصريين، وأكيد في القلب منهم الكويتيين اللي كانوا دائما ما يطلقوا عليه أمير التواضع. كمان أعلن مجلس النواب المصري تنكيس إعلامه من أعلى مقر المجلس. وزارة الثقافة هي الأخرى علقت الأنشطة والفعاليات الفنية بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة بأنحاء الجمهورية ولمدة 3 أيام تفعيلا لإعلان حالة الحداد العام لرحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. عزاءنا بكل تأكيد للشعب الكويتي الشقيق، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الصبر والسلوان، حيث في حالة من الحزن ليس فقط عند الكويتيين ولكن في العالم العربي كله، اللي شارك أهل الكويت وشعبها حزنهم على رحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وصدرت بيانات كتيرة نعى فيها قادة الدول العربية وفي مقدمتهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شارك العالم العربي الكويت وشعبها حزنها لمصابها الجلل، حيث نعى العالم العربي وفي مقدمته مصر قيادة وشعباً الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس السبت. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الزعيم الفقيد الرجل العظيم الذي كان داعماً لأمته العربية والإسلامية حريصاً على شؤونها، حكيماً في قيادته، وقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية. وأعلنت مصر الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، سائلة الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان. كما نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأمر بإعلان الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج. ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. كذلك نعى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفاة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ونعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وفاة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح. وقال الملك وفق بيان: نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأخ الشيخ نواف الصباح، كان زعيماً عروبياً كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوباً في تمتين العلاقات العربية. كما أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن بالغ التعازي وصادق المواساة للشعب الكويتي وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد. ونعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس شعب الكويت وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم فقيد الأمة الكبير الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، وقال إن فلسطين خسرت برحيله قائداً عربياً أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته، ووقف إلى جانب قضيتنا الوطنية وإلى جانب شعبنا وحقوقه المشروعة بكل إخلاص. وتقدم الرئيس الفلسطيني بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وللحكومة والشعب الكويتي باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمه شخصياً، سائلاً الله عز وجل أن يمن على الفقيد الكبير بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
مشاهدينا نروح دلوقتي مع حضراتكم لزميلتنا دينا شرف، نصبح عليها ونتعرف منها كمان على اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير يا شاذلي. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. كلنا نفسنا الجو يبرد شويه، لسه محتاجين الجو يبقى فيه درجه حراره منخفضه اكتر، صح؟ هي ابتدت تنخفض شويه الى حد ما. بس هو يعني احنا فعليا ان شاء الله الجمعه الجايه هو بدايه فصل الشتاء، احنا مستعجلين شويه علشان يمكن مرينا بالفصل الصيف كان طويل قوي والدرجات الحراره فيه كانت مرتفعه بشكل كبير. خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا جولتنا من محافظه القاهره وتحديدا من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه وتباطؤ في حركه السيارات. أعلى الكوبري ده بسبب زيادة الأحمال على الوصلة المعلقة حتى رمسيس والمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر، وشارع رمسيس نفسه كمان بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد فيها كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. نروح معاكم لمحافظة الجيزة ونروح لشارع الهرم بالتحديد اللي بيشهد كثافات مرورية والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية، كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، في كثافات للمتجه من إلى كوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل كمان في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. ونروح معاكم لعروس البحر الأبيض المتوسط الأسكندرية وفي كثافات مرورية عند كوبري استالي وعلى طول الكورنيش، وفي كثافات كمان متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطع مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. نكمل جولتنا ونروح أسوان، هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة وبيشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ كمان في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد كثافات مرورية، كمان أيضا في كثافات في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. من جولتنا في شوارع مصر مختلفة والحالة المرورية، تعالوا نطمنكم عن حالة الطقس. والنهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. في كمان فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ده برضو على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 24، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 31، وأقل درجة حرارة في كاترين 20 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلوني أرجع مرة تانية لجمعنا وشاذلي علشان نبدأ معكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك. كانتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدأ مع حضراتكم بتذكرة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح نعت مصر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة اللي توفي امبارح، وأعلنت الحداد على الفقيد لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد. كمان من ضمن أخبار امبارح، مؤسسة حياة كريمة أعلنت أن القضية الفلسطينية تبقى على رأس أولويات واهتمامات المؤسسة، عشان كده بتواصل المؤسسة على أرض استاد القاهرة فعالية من إنسان لإنسان بيشارك فيها طلاب المدارس والجامعات المصرية المختلفة في حملة لتعبئة المواد الغذائية لأهالينا في فلسطين. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها بيان رئاسة الجمهورية اللي قال نعت جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية السبت الموافق 16 ديسمبر 2023.
وينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الزعيم الفقيد الرجل العظيم الذي كان داعما لأمته العربية والإسلامية، حريصا على شؤونها، حكيما في قيادته، وقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية. وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان. امبارح أعلنت مؤسسة حياة كريمة إن قضية أهلنا في فلسطين الحبيبة تبقى على رأس أولويات واهتمامات المؤسسة، وحيث تواصل المؤسسة على أرض استاد القاهرة فعالية من إنسان لإنسان، ويشارك أبنائنا من المدارس والجامعات المصرية المختلفة في حملة لتعبئة المواد الغذائية لأهالينا في فلسطين، وبتتضمن العديد من الأنشطة وورش العمل المختلفة، بجانب إطلاق 500 فانوس طائر كدعوة للسلام ووقف جرائم الحرب والتهجير ضد أطفال ونساء فلسطين. امبارح أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان إن هيئة الرعاية الصحية ستصبح هيئة ذكية رقمية بالكامل مع بداية العام الجديد 2024، وأشار إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع جهود الدولة في بناء مصر الرقمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات المختلفة، لا سيما قطاع الرعاية الصحية، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف مصر في الجمهورية الجديدة. أما بالنسبة لجولة المحافظات، ففي محافظة أسيوط تم تنفيذ أعمال الرصف بقرى صدفة بتكلفة 45 مليون جنيه. في الفيوم بيتم الاستعداد لاحتفال تعامد الشمس على معبد قصر قارون يوم الخميس الجاي إن شاء الله. كمان في مطروح تم تقديم مساعدات لغير القادرين بقيمة 18 مليون جنيه. أما في الدقهلية فتم تسليم الدفعة الثانية من معدات النظافة وتحسين البيئة في المحافظة. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في بورسعيد أكدت المحافظة إن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد اقتحمت مجال تصنيع الأعلاف لأول مرة، وتم الانتهاء من أكثر من 90% من أعمال إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد، وده استعداداً لتشغيله خلال أعياد النصر. في المنوفية أعلنت مديرية الثقافة تنظيم 41 فعالية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وده طوال شهر ديسمبر الحالي بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافياً وذهنياً وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة. في أسيوط أعلنت المحافظة إنه بيجري تنفيذ أعمال الرصف وتركيب بلاط الأنترلوك بقرى مركز صدفة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بتكلفة 45 مليون جنيه، بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة. في الفيوم بتستعد المحافظة للاحتفال بالظاهرة الفلكية الفريدة اللي بتتكرر صباح يوم 21 من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون وبتستمر قرابة 25 دقيقة، وبيعتبر ده حدث عالمي وظاهرة فلكية، وجرى تشكيل لجان أثرية وسياحية وأمنية بالإضافة للأجهزة التنفيذية في المحافظة للإعداد للاحتفالية اللي هتقام بمنطقة قصر قارون في مركز يوسف الصديق. في الشرقية أصدرت المحافظة قرار بالموافقة على ترقية 1233 من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة بالمراكز والمدن والأحياء. أيضاً تقرر منح 1134 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة حافز بنسبة 5% من الأجر الوظيفي لمن أتموا في درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية المسكنين عليها في 30/6/2023 مدة أكبر من 3 سنين. في مطروح أكدت المحافظة إنها ساهمت في تقديم مساعدات إنسانية ومالية لغير القادرين من أبناء المحافظة بقيمة 18 مليون جنيه كإجراء عمليات جراحية وأدوية وتكاليف زواج وغيرها، وده العدد 92,497 مستفيد، منها 8.2 مليون جنيه تكاليف علاج 1,841 مواطن من أصحاب الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين واللي بتستدعي حالتهم العلاج بمستشفيات خارج المحافظة، وده الرفع العبء عن كاهلهم ومراعاة لحالتهم الصحية.
في الدقهلية شهدت المحافظة تسليم الدفعة الثانية من معدات النظافة وتحسين البيئة بعدد 5 معدات بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه تقريباً ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2023-2024. في بني سويف أعلنت المحافظة إن إجمالي قيمة المشروعات اللي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك وصل ل 2,395,438,000 جنيه، واستفاد منها 26,332 مشروع صغير، وده منذ انطلاق المبادرة في مايو عام 2015 وحتى نهاية نوفمبر 2023. شاهدين امبارح كان معانا في فقراتنا او من ضمن فقراتنا في صباح الخير يا مصر، كنا بنتكلم مع حضراتكم عن الذاكره وازاي انواع الذاكره كمان والطرق اللي الانسان بيقدر ان هو يستوعب بيها المعلومات ويحفظها، واتكلمنا ازاي نقدر ان احنا نستوعب المعلومات وازاي ان احنا نقدر كمان نقوي الذاكره. النهارده كمان هيكون معانا فقره مهمه جدا عن انواع الاغذيه اللي من دورها انها تقوي الذاكره لدى الانسان، والفكره كمان بما ان احنا خلاص داخلين على امتحانات ويمكن ناس كتير بقت بتتجه للوجبات الجاهزه، هنعرف بقى مع بعض مدى ضررها على وتاثيرها على الذاكره، وهنتكلم كمان عن تفاصيل متعلقه ازاي نقدر ان احنا نقوي ونعزز ذاكرتنا. مش بس كده، يكون معانا فقرات اخرى مختلفه، هنتكلم عن مسابقه للروبوتس، هنتكلم كمان طبعا عن الاوضاع في قطاع غزه وفقرات اخرى معانا خلال حلقتنا النهارده. لكن هنروح فاصل سريع نرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في النهاردة كمان شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. في فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ده على فترات متقطعة. وفي كمان نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة أيضا. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن منك عن حالة الطقس النهاردة، وخصوصا إن الناس مستنية الجو البرد قوي لحد دلوقتي ما ظهرش، وفي الآخر رديت عليهم لما كل الناس بتسألني فقلت لهم يا جماعة إحنا فصل الشتاء هيبدأ لسه يوم الجمعة اللي جاي، إحنا بس مستعجلين شوية عن الأجواء البرد والشتاء المعتادة بتاعتنا. بالفعل احنا لسه فصل الشتاء لم يبدأ بعد، ان شاء الله يوم الجمعة الجاية تبقى البداية الرسمية لفصل الشتاء، وكمان ذروة فصل الشتاء وانخفاض قيم درجات الحرارة في جمهورية مصر العربية بتكون في شهر 1 وشهر 2، ما زلنا في فصل الخريف، ويمكن كمان احنا خلال هذه الأيام بنعيش استقرار تام في الأحوال الجوية وارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة، نعتبر أعلى من المعدل الطبيعي مثل هذا الوقت من العام بحوالي من 2 لـ3 درجات، يمكن بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية، اليوم متوقع أن هي تكون 24 درجة مئوية، فده أعلى من المعدل بحوالي من 1 لـ2. الأجواء فترة النهار ده سببه إيه يا فندم؟ بسبب طبعا ان احنا بنتاثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، المرتفع الجوي ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، فبالتالي بحسب ارتفاع قيم درجات الحراره، كمان مصادر الكتل الهوائيه معظمها كتل هوائيه صحراويه، فتره النهار فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره بشكل كبير، فده اللي بيخليني احس بارتفاع قيم درجات الحراره، مع وجود طبعا اشعه الشمس بتحسسني بالدفء بشكل كبير، فتره النهار بيبقى مستقر ودافي تماما في معظم محافظات الجمهوريه. بيكون تحديدا كمان ده في فتره الذخيره، لكن فور غياب اشعه الشمس ودخولنا في فترات الليل اللي هي بتعتبر اشعه الشمس مصدر السفاهه خلال فتره النهار، بنحس بانخفاض كبير في قيم درجات الحراره، وخاصه في فترات الليل المتاخر اللي هي فترات الفجر وفتره الصباح الباكر. صحيح. صغرى فتره الليل بتسجل على القاهره الكبرى 14 درجه مئويه، بالاضافه كمان ان المدن الجديده والاماكن المفتوحه بشكل كبير بتحس بقيم درجات الحراره كمان فتره الليل اقل. فأجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية، محافظات شمال الصعيد بتوصل الصغرى فترة الليل
ل 10 و9 درجات خلال فتره الليل، ففي انخفاض في قيم درجات الحراره لكن ملحوظ اكثر فتره الليل المتاخر فترات الصباح الزايد. كمان دايما الظاهره الجويه المؤثره في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه هي الشبوره المائيه، واليوم كانت شبوره مائيه كثيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، ووصلت لحد الضباب في بعض الطرق المؤديه من والى محافظات السواحل الشماليه او الوجه البحري ومدن القناه. ضباب يعني انخفاض كبير في الرؤيه الافقيه، بيوصل احيانا لاقل من 1000 متر، ويمكن كمان احيانا بينعدم الرؤيه الافقيه لما الشبوره المائيه بتوصل لحد الضباب، لكن ان شاء الله خلال ساعه او ساعتين بالكثير هتبدا الشبوره المائيه تتلاشى تماما من على اغلب محافظات الجمهوريه وتتحسن الرؤيه الافقيه. كمان اليوم متوقع ان يكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض الاماكن من السواحل الشماليه الغربيه مطروح الاسكندريه، لكن في مجملها امطار خفيفه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. بالاضافه كمان وجود نشاط نسبي للرياح في بعض اماكن الجمهوريه، نشاط الرياح ده غير مثير لاي رمال وقتبه، فقط هيخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره فترات المساء وساعات الليل. بس بحس ان الجو السمع فيها بعض شوائب العالقه حتى بالليل، يعني من طول اليوم وفي شوائب عالقه حتى يعني كمان حتى لساعه الفجر. يعني هو الوجود المرتفع الجوي اللي في طبقات الجو العليا ده اللي بيحبس الرطوبه واي ملوثات واي شوائب في طبقه قريبه صحيح. من سطح الارض، فعشان كده احنا بنشوف الاتربه يعني الشوائب العالقه او الملوثات بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه خلال فترات اليوم او على مدار اليوم، يمكن كمان بتبقى واضحه بشكل كبير مع تكثف الرطوبه او مع الشبوره المائيه فترات الليل المتاخره 11 بالليل 12 أيوه. بالليل يمكن ده ميعاد تكون شبوره مائيه، لكن احنا بنتكلم ان ميعاد تكون الشبوره المائيه الكثيف بشكل كثيف بيكون تقريبا احنا هنقول الساعه 3 4 الفجر، وبتستمر معانا بقى حتى سطوع اشعه الشمس على حسب كثافه الشبوره المائيه. متوقع ان شاء الله من غدا تبدا درجات الحراره تنخفض بشكل تدريجي لان هنتاثر بالكتل الهوائيه الشماليه القادمه من على البحر المتوسط، الكتل دي هتكون منخفضه بشكل كبير في درجات حرارتها، فغدا عظمى على القاهره الكبرى هتكون 22 درجه مئويه، مع يوم الثلاثاء هتكون 21 درجه مئويه، وهيستمر معاها طبعا الاستقرار في الاحوال الجويه على مدار هذا الاسبوع كله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك على المتابعه اليوميه معانا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه، بشكرك شكرا جزيلا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، هنبداها من القاهره والعظمى 24 الصغرى 16، العاصمة الإدارية 24 14، الإسكندرية 23 13، العالمين الجديدة 23 12، مطروح 22 12، دمياط 23 14، بورسعيد 23 15، إسماعيلية 24 13، السويس 24 14، العريش 23 11، كاترين 20 3، طابة 22 14، حلايب 27 21، شلاتين 29 21، شرم الشيخ 28 18، الغردقة 28 17، الفيوم 26 11، بني سويف 26 11، الوادي الجديد 30 10، أسيوط 27 10، سوهاجة 29 12، قنا 30 13، الأقصر 30 14، وأخيرا أسوان 31 16. في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يمكن درجة أو درجتين عن المعدلات الطبيعية، لكن من بكرة هتبدأ تنخفض مرة تانية. نخلي بالنا كمان في ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر. هرجع مرة تانية لجمانة وشاذلي علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك. مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم ونتابع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الجوله 17 من الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، النهاردة هتعقد البورصة المصرية للسلع الجلسة رقم 102 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق. وكالة الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن ممارسة لشراء القمح المستورد من العديد من المناشئ، وده في إطار استراتيجية وزارة التموين لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية. النهاردة لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 17 من عمر المسابقة، هيلتقي ويست هام مع وولفرهامبتون الساعة 4، في نفس التوقيت هيلتقي كل من برينتفورد مع أستون فيلا وأرسنال مع برايتون،
وفي 6:30 هيلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد. حقيقة احنا في صباح الخير يا مصر حريصين دايما ان يكون عندنا النماذج الناجحه، النماذج المتفوقه في اي مجال ايا كان هذا المجال. تحدي مصر للصناعه ده عنوان المسابقه واللي نظمتها اكاديميه البحث العلمي، واللي سبق واستضفنا منها قبل كده مهندسين فازوا بالمركز الاول من جامعه المنصوره، صمموا اول روبوت لاطفاء الحرائق وبيشتغل كمان بالذكاء الاصطناعي. احنا مكملين طبعا مع حضراتكم النهارده العرض باقي مشروعات الشباب اللي فازت في تحدي مصر للصناعه. مشروع النهارده هو إنتاج الخيوط المستخدمة في ماكينات الطباعة ثلاثية الأبعاد. الفريق القائم على هذا المشروع نفذه لأن مصر بتستورد الخيوط مش بتصنعها. فليه بمنتهى البساطة في سؤال مهم جدا، إنه ليه إحنا ما يكونش ليا دور في صناعة مهمة زي هذه الصناعة؟ عشان كده مجموعة الشباب نجحوا واستغنوا عن المنتج المستورد ووفروا منتج محلي تكلفته قليلة جدا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا المشروع ونرحب بديفيد مارك تيم ليدر الفريق المنفذ للمشروع اللي موجود معانا دلوقتي عبر تطبيق زوم. ديفيد صباح الخير عليك. صباح النور. يعني في البداية لو تشرح للمشاهدين اللي بتفرجوا علينا يعني إيه خط إنتاج لخيوط ثلاثية الأبعاد؟ الناس ممكن تكون مش مستوعبة قوي فكرة وجود شيء ملموس ولكن بيبقى عن طريق طباعة أو يكون ثلاثي الأبعاد. مظبوط. في البداية هي مكنة طباعة ثلاثية الأبعاد هي مكنة بتعمل مجسمات بلاستيك. المكنة دي عشان تشتغل لازم ندخل لها بكر بلاستيك، فاحنا بنصنع البكر ده. البكر ده في الأول كان بيستوردوه من بره، بس احنا الحمد لله في خلال سنة مشروع التخرج اشتغلنا عليه كتصميم وتصنيع لحد ما صنعنا أول خط إنتاج مصري يصنع الخيوط دي. ده باختصار بسيط. المكنة بقى عبارة عن إيه؟ زي مسدس الشمع كده، لما بندخله الشمع وبنسيحه ممكن نعمل منه أي شكل. هكذا المكنة برضو داخل لها بكرة خيط وهي برضو بتسيحه وتعمل منه أي شكل بأي لون مختلف. طيب ديفيد، الفكرة جات لكم إزاي أصلا من البداية، وليه اخترتوا إن احنا نعمل صناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد؟ أول حاجة احنا لما جينا نفكر نختار مشروع التخرج اللي هنشتغل عليه، أول حاجة قلنا إن هو لازم يحل مشكلة. تاني حاجة قلنا إن إحنا مش عايزين نعمل حاجة تبقى جاست مشروع تخرج وخلاص، لأ إحنا ممكن نكمل عليها بعد مشروع التخرج. تالت حاجة إن طباعة ثلاثية الأبعاد كل يوم استخدامها بيزيد، يعني حسب شركة رائدة في تصنيع الـ 3D برينتر أو الطباعة ثلاثية الأبعاد إن هي بتتوقع سنة 2024 إن هيبيع 180,000 3D برينتر. فاحنا قلنا بقى يعني نجد في الحته دي او نغطي الاحتياجات بتاعت مصر يعني دلوقتي وان شاء الله. اللي هي ايه يا ديفيد؟ يعني المنتجات او المخرج من هذه الطباعه عباره عن ايه؟ بيستخدم في ايه؟ لو هنقول مثلا في القطاع الطبي هم بيستخدموه دلوقتي في الاسنان المفقوده، او بيرفعوا يعني بيشوفوا السنان اللي مكسوره او اللي ناقصه حاجه فبيعملوا لها طباعة ثلاثية الأبعاد ويحطوها طبعا بماتيريال مختلفة. لو قلنا وبرده لو واحد إيده اتكسرت أو حاجة بيعملوا له دراع برده مطبوع ثلاثية الأبعاد، ده في القطاع الطبي. لو في القطاع مثلا بتاع النماذج أعداد النماذج الأولية بيعملوا ماكيت مثلا قبل ما يعملوا مشروع بيعملوا ماكيت ليه، فدي برده مستخدمة طبعا في القطاع الصناعي ده بشكل كبير. لو أي جزء من مكنة بدل ما يجوا يصنعوه تاني او بدل ما يجوا يستوردوه بره، لا ممكن يعملوه من برضو ماتيريال مختلفه جوه يركب جوه المكنه دي. فاحنا قلنا في نفس الوقت هو صناعه يعني ابجريد كل شويه. تاني حاجه ان هي هتبقى توطين لصناعه الفيلمنت في مصر، فده اللي خلانا نختاره يعني. طيب ديفيد، يعني بالنسبه للكواليتي او الجوده، انت كنت بتتكلم على فكره انه المنتج المستورد جودته عالية وإحنا محتاجين منتج محلي يكون بنفس الجودة إن ما كانش أفضل. احكي لي بقى عن رحلة عامة المقارنة وإزاي إن أنت اخترت أو كنتوا حريصين على إن أنتوا تخرجوا منتج جودته عالية. هو بصراحة موضوع الجودة ده كان تحدي بالنسبة لنا، لأن الخامة هي الخامة، يعني كل الفكرة إن عندي خط إنتاج بدخله شوية خرز يخرج بكرة سواء هنا في مصر أو بره. كل التحدي بالنسبة لنا كان الجودة. طبعا احنا عملنا يعني شوط كبير في موضوع الجودة. كان أكبر حاجة بتقابلنا في الأول مشكلة الرطوبة.
طبعا بعد كده عملنا شوية ابديت لخط الانتاج، ان احنا نعمل مجففات ونبرد مية ولا هواء، شوية فنيات كتيرة لحد ما حلينا موضوع الرطوبة. تاني مشكلة بالنسبة لنا كانت مشكلة قطر الفيلمنت ده، او خط انتاج الخيوط اللي احنا بنعمله ده بيبقى بقطر معين، عشان لما يجي في يركب في مكنة طباعة ثلاثية الابعاد ما يسدش الفونيا، فانا ما ينفعش انزل منتج مصري بيعمل مشاكل، فاكيد طلب الشراء عليها هيبقى قليل، فده كان تحدي تاني بالنسبة لنا. عرفنا نعمله يعني زي هاك كده، او بصناعة مصرية بسيطة يحل المشكلة دي. بس طبعا في مشاكل يعني مش زي المستورد، ان هو المستورد ستاندر 1.75، احنا كان في مارجن فوق وتحت بتاع 1/10 من ملي يعني. يعني بحيلة زي ما انت قلت كده، حيلة قدرتوا ان انتوا توصلوا لها ان انتوا تزودوا جودة المنتج المصري. بالظبط، لحد ما صنعنا اول بقرة. انتوا حتى الان طلعتوا بس البقر لكن ما انتجتوش حاجة، ولا انتجتوا؟ هو البقر، ما هو البقر ده المنتج بتاعنا احنا، انا مش فاهم. بنبيع انت بتبيع احنا مش البقر بس، يعني اقصد مش بتدخل بقى كمان بالظبط. في تصنيعه بحسب الاحتياج مثلا للطب للصناعة او كده؟ ما هو التصنيع ده بقى اللي محتاجه بياخد البقر وبيصنع زي ما هو عايز، يعني مثلا مراكز اعداد النماذج الاوليه بياخدوا البقر ده، وهم عندهم مكن بيحطوا عليه بقى ويشوفوا حسب التصميم اللي هم محتاجينه تمام. ويطبعوه طيب وهكذا. البقرة دي تكلفتها قد ايه؟ يعني لو هنحسب مثلا ونقارن ما بين البقرة اللي اتصنعت في مصر والمستوردة، مظبوط. تكلفتها قد ايه؟ البقرة المستوردة الكيلو ب 500، من بيتراوح من 550 ل 600 جنيه، احنا الطن عامل 190 ألف، يعني الكيلو 190 جنيه لا في دي فرق، فرق تكلفة كبير. البقرة. بس ال 190 جنيه تكلفة المادة خام، لسه فيها يعني بنجيب بقر بلاستيك، البقرة البلاستيك اللي بتلف عليها، ماشي. وتكلفة الكهرباء وتكلفة احسب لي تكلفتها يعني نهائي. التشغيل. بالظبط، 60 جنيه، ف 190 زائد 60 250 جنيه من غير أي نسبة ربح، ولا يعني من غير أي مارجن ولا أي حاجة، 250 جنيه. يعني معلش استكمالا خلينا للسؤال، نتكلم من النص، أقل من النص، اتفضل. يعني استكمالا لسؤال شاذلي، انت قلت البقرة المستوردة حوالي 500 600 جنيه صح كده؟ مظبوط مظبوط. طيب لا، انا لو هاجي اشتري منك البقرة دي حتى بهامش الربح، يعني حوالي قد ايه الفرق بقى قد ايه؟ ما احنا لسه ما يعني ما نزلناهاش منتج على ارض الواقع، لسه ما حطيناش نسبه الربح، لسه ما عملناش. انا بتكلم كنسبه تكلفه بس، 250 جنيه طيب كتكلفه ماده خام وكهرباء وكل يعني يعني حاجه متعلقه المنتج بالانتاج. كله من غير هامش الربح. طيب برضو احنا شايفين مظبوط مظبوط. ونتابع دلوقتي على الشاشة ان المشروع الحقيقة كمان شايفين فيه ماكينات، يعني كان لازم يكون عندكم مكان معين عشان تقدروا ان انتوا تخرجوا المنتج ده. مين يعني مين اللي ساعدكم ان انتوا تشتروا المكان ده، وقيمته تقريبا قد ايه، تكلفة قد ايه؟ هو احنا الحمد لله من ساعة بداية الدراسة احنا قدمنا في أكاديمية البحث العلمي وخدنا فند ب 75 ألف جنيه، تمويل يعني. تمويل مظبوط، خدنا تمويل من أكاديمية البحث العلمي، هي اللي كانت بصراحة راعي لينا يعني. فابتدينا ان احنا بقى نفكر ان الموضوع مش هيبقى جاست ماكت او حاجة كده هنعملها وخلاص، لا احنا مدام الحمد لله معانا فند او معانا تمويل، فهنبتدي بقى نبتدي بخط الانتاج اكنه جاي من بره. فابتدينا اول حاجة نعملها نبعت لبتوع الصين او الناس اللي بتصنع الخطوط الانتاج دي، ونشوف البروشور بتاعهم، نشوف المكان بتاعهم ده مواصفاته ايه، طب عملوه ازاي، طب ايه الكريتيكال بوينت بتاع اليونت دي، طب دي عاملينها ليه. وقعدنا نعمل كده ريفرس انجينيرنج ان احنا ازاي نصنع المكنه دي. ومع كل بقى جزء يعني كل جزء من خط الانتاج ده ابتدينا ننزل للفنيين عندنا والكوادر اللي بيصنعوا الجزء ده. طبعا المنتج عشان مش مشهور قوي او لسه ما يعني مش دارج في السوق، فمحدش عارف عنه حاجه، بس يعرف ازاي مثلا بيصنع خيوط سلك الكهرباء، ازاي بيعرف يصنع المواسير، يسحب المواسير اللي بتمشي فيها سلك الكهرباء. دي كلها منتجات متقاربه، ان هي كلها خط انتاج لسحب، بس طبعا ايه باختلاف الخامه وباختلاف انت خدت الفكره القطن. زي ما انت قلت، خدت الفكره ونزلت مظبوط، للصنايعيه على الارض، قلت لهم نفذوا لي في التصميم. كوادر. نفذوا لي بالظبط التصميم ده، بالظبط. وهم عندهم حاجات مماثله. انا عاجبني كمان انه حتى الماكينات اللي انتوا شغالين عليها ما فكرتوش في استيرادها، لا دي حاجه برضو لا جميله ان لا انتوا فكرتوا في تصنيعها. فاذا المنتج بالكامل من انتاجه حتى الانتهاء من تقفيل هذه البكرات بتاعت البلاستيك ومن ثم استخدامها في الصناعات المختلفة، كله مصري وبأيادي مصرية.
من اول المسمار لحد اكبر من يونت اول الفكره كمان، ودي حاجه كويسه جدا بتحسب لكم. اه بالظبط، لحد ما احنا واحنا بنعمل تصميم كمان كنا عارفين، كنا قايلين ان بعد كده خلي بالنا ان احنا هنشتغل على كذا ماتيريال مثلا او كذا ماده خام، فكل ماده خام مثلا ليها درجه حراره معينه، درجه انصهار. فاحنا بنفكر اصلا في الاول احنا مش هنعمل مثلا ماده خام واحده، لا، فهنركب سخانات بدرجات حراره مختلفه، عشان لو انا هحط وليكن ماده اسمها اي بي اس درجه الانصهار عندها 200 فهظبط على 200، ماده اسمها بي ال اي دي درجه الانصهار 220 فهظبط على 220. فانا عارف من الاول ان انا هركب مديول اتحكم فيه بدرجه الحراره، وهكذا في كل يونت يعني. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، وبنحييك ديفيد شكرا مالك تيم ليدر الفريق المنفذ لاحدى المشروعات الفائزه بمسابقه تحدي مصر للصناعه. شكرا ليك يا ديفيد. كل الشكر ليك طبعا وللفريق اللي معاك، وده مثال واقعي على ربط البحث العلمي بالصناعه حتى وصلنا الى اننا عندنا مخرج نهائي يا جماعه، دي حاجه طبعًا مهمه جدا. طبعا يا محمد اكيد. طيب هنروح مع حضراتكم لموضوع اخر، ائتلاف نزاهه الدولي. ده ائتلاف مكون من عدد من المنظمات المحليه والدوليه لمتابعه الانتخابات الرئاسيه المصريه 2024. الائتلاف اصدر تقريره الاول عن الانتخابات واللي وصفها بانها تمت بشفافيه ونزاهه. خلينا نشوف هذا التقرير. أصدر ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 تقريره الأول لنتيجة عملية المتابعة التي تستهدف الوقوف على مدى تمتع العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية. وأوضح التقرير أنه بشأن متابعة مرحلة التأييد والترشح، ومع توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقاري التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لاحظنا وجود زحام شديد أمام مقر الشهر العقاري من قبل أنصار المرشحين المحتملين بغرض توثيق طلبات التأييد اللازمة للترشح. ولفت التقرير إلى أن مرحلة الدعاية الانتخابية داخل مصر شهدت نشاطاً واضحاً من حملات المرشحين الأربعة في مختلف محافظات مصر. وتابع الائتلاف الظهور الإعلامي لحملات المرشحين الأربعة، خاصة بعد قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإعلان عن دعم العملية الانتخابية من خلال منح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية مجانية بالتساوي بكافة وسائلها. فيما أفردت الصحف والمواقع الإخبارية صفحاتها للحملات الأربعة للتعبير بحرية عن برامجها الانتخابية. واتسمت هذه المرحلة بظواهر إيجابية مثل عدالة الظهور الإعلامي بين جميع المرشحين في مختلف وسائل الإعلام وحياد المؤسسات الإعلامية والصحفية تجاه المرشحين، بالإضافة إلى غياب الظواهر السلبية أثناء الظهور الإعلامي للمرشحين مثل الخوض في السمعة الشخصية أو التشويه أو التسفيه. وحرص ائتلاف نزاهة على زيارة مقر الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة، ودار النقاش حول محاور البرامج الانتخابية للمرشحين وماهية الإجراءات التي تمت خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وأيضاً استعدادات كل حملة انتخابية لمرحلة التصويت. ولم يتلقى الائتلاف أي شكاوى من حملات المرشحين الأربعة طوال مرحلة الدعاية الانتخابية التي اتسمت بهدوء شديد ومظاهر إيجابية. في هذا السياق قال كوفي كونكم رئيس ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 إن الانتخابات الرئاسية المصرية ستكتب في التاريخ، مشيراً إلى أن المصريين تمكنوا من التصويت في جميع المحافظات دون أي عوائق، ومؤكداً على نزاهة العملية الانتخابية وإجرائها بطريقة سلمية. كما أوضح كونكم أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت كافة التسهيلات لمتابعة هذه الانتخابات التي جرت في أجواء حرة ونزيهة، مؤكداً الاعتماد على معايير دولية في متابعة الانتخابات الرئاسية. وأشاد كذلك بحرص الأهالي على اصطحاب أطفالهم إلى لجان الاقتراع لمشاهدة هذه العملية الديمقراطية، لافتاً إلى أنه لمس حرية إعلامية في متابعة هذه الانتخابات. وانتقل مع حضراتكم كمان دلوقتي لقطاع غزة والحرب الدائرة في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبح في مأزق سياسي وأزمة داخلية، وبيواجه تهديد بالعزل بعد تصويت الجمهوريين بالنواب الأمريكي على بدء التحقيق معه ومساءلته. السؤال الأهم كمان يا جمانة، هل يدفع ثمن دعمه المطلق لقوات الاحتلال؟ ده اللي هنتعرف عليه دلوقتي من الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية. دكتورة نهى صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. في البدايه، ايه هي الازمات اللي بيواجهها الرئيس الامريكي جو بايدن في الوقت الحالي؟ خلينا نقول انه الازمات اللي بيواجهها بايدن متعدده الحقيقه. اول ازمه هو الحاله الصحيه اللي بسبب سنه،
ودوت بيظهر في الاجتماعات وبيظهر على احيانا على الملأ، وبيكون ليه تأثير مش إيجابي الحقيقة على الداخل الأمريكي. اللي يحب يشوف دايما رئيسه في شكل كاوبوي، شكل الشباب، واحنا شفنا النموذجين دول في أوباما وترامب. فده أول أزمة بيقابلها. تاني أزمة بيقابلها الحقيقة إنه هو عنده كان ولازال استقطاب داخلي، يعني لازال هناك من يلومنا ترامب، واحنا شايفين عارفين إن دوت الحقيقة لازال موجود رغم إنه يعني لم نعتاد على أمريكا من الداخل إنه يتقال إنه في، يعني دايما تتقال على أمريكا إنها البوتقة واللي جالها المهاجرين واندمج وكده. لأول مرة بنشوف استقطاب في المجتمع الأمريكي. استقطاب ده مش بس على الرئيس، ابتدى يبقى على السياسات كمان. ما غزة يعني ده واضح جدا. المساندة الغير مشروطة لإسرائيل، التوجه الإعلامي والخطاب الإعلامي لبايدن اللي تقريبا كتبه، يعني كأن إسرائيل هي اللي بتتكلم مش بايدن. فالحقيقة ده ابتدى يبقى فيه استقطاب في الجانب الأمريكي وفي الشعب الأمريكي، وينقسم في ناس مع الخطاب دوت، وده طبعا بيبقى بحد يعني اللوبي الصهيوني بشكل كبير بيأثر عليه، أو اللوبي الصهيوني نفسه اللي هو متجنس أمريكيا، وإحنا عارفين إن هم مسيطرين تماما على أسواق المال، على الإعلام، على كثير من القنوات. وفي المجتمع المدني الأمريكي، وشفنا مظاهرات متعددة، وشفنا الشباب الحقيقة الأمريكي غاضب. فدوت الحقيقة ظهر في شكل مظاهرات، في شكل حاجات على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا، لأنه لأول مرة المجتمع الأمريكي بيشوف فعلا لايف مأساة إنسانية بتحدث في غزة، وبيشوف صور الناس اللي بتموت. وأمريكا دايما هي يعني الناس بتتصور إن هي الحلم الديمقراطي وحلم حقوق الإنسان، فبيشوف الحلم اللي هو بيتصور إن هو يعيش فيه بينهار بسبب مساندة يعني المؤسسات الأمريكية، مؤسسة الرئاسة وبايدن للجانب الإسرائيلي بهذه الفجاجة. الحقيقة بايدن أحيانا بيحاول يتراجع لما بيلاقي الضغط شديد، لكن حجم الخسارة اللي حصلت وحجم المأساة أكبر من أي تراجع. يمكن دكتور نهى الحقيقة ده كان إطار سؤالي لحضرتك. من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة مؤسسات، وأيا كان من هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ففي النهاية هناك توجه معين أو استراتيجية معينة. فسؤال حضرتك، هل هذه التصريحات اللي بتخرج من رئيس جو بايدن، هل هي تصريحات مدروسة أم هي مجرد موقف بيبقى وقتي؟ يعني بنتابع تصريحات مختلفة الحقيقة ومتباينة. شوفي، هي مش بس التصريحات، يعني طبعا التصريحات مهمة، لكن إرسال الأسلحة بهذا الكم، إرسال يعني كأن عندهم إسرائيل شيك على بياض. وده الحقيقة بالنسبة للأمريكان كتير اللي هم أكثر تعقلا، بيشوفوا إن دوت بيأثر على قضايا رئيسية كمان في أمريكا. يعني مثلا الخطر الأعظم بالنسبة لأمريكا هي روسيا، وروسيا الآن بتعمل هي عايزاه في أوكرانيا، والميزانية الموجودة لمساندة أوكرانيا من قبل أمريكا بتنكمش بسبب المساندة الكاملة لإسرائيل والميزانية المقصودة لذلك. أيوة، هم عندهم دولة مؤسسات، هم عندهم اللي بيسموه checks and balances اللي هو التوازنات، إن الكونجرس بيوازن الرئيس والرئيس بيوازن الكونجرس. لكن خلينا نفتكر إنه يعني الضغط اللوبي الصهيوني هناك ضغطه جامد جدا، والإعلام هناك ضغطه جامد جدا، والاثنين دول بيملكهم اليهود. وكمان هو داخل على انتخابات، بايدن داخل على انتخابات رئاسية ويطمع في الحصول عليها. رغم الحقيقة الوضع يعني هو حتى وضعه صحيا وضعه إعلاميا مش في أحسن حال، لكن حزبه حتى الآن لم يقدم مرشح آخر غير بايدن، فبالتالي هو بيحاول ان هو يجمع الاصوات او المساندين. طيب، واحنا بنتكلم عن
دخول الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة جديدة وهي الانتخابات، ومن المفترض أن يكون في رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة. على أرض الواقع وإحنا بنتكلم عن تصويت الجمهوريين بالنواب الأمريكي على بدء التحقيق ومساءلة بايدن ومن ثم عزله بحسب ما تابعنا وعرفنا، إمكانية التحقيق ده إيه وتأثيره كمان على الانتخابات إيه؟ لا خليني أقول لك إنه أنا مش بشوف إنه حكاية العزل والإمبيتشمنت دي أولاً بتاخد وقت طويل وتحقيقات طويله ومحتاجه تصويتات طويله، يعني دي بنقعد نشرحها للطلبه بتوعنا والتجارب السابقه. يعني تفتكر انه ترامب لم يعزل رغم كل الاتهامات، كلينتون لم يعزل رغم كل الاتهامات، فالحكايه مش بالسهوله دي. يعني للوصول الى عزل رئيس الطريق طويل جدا امريكي للتاكد، يعني مرة واحدة حصلت وفي نيكسون استقال قبل، يعني خيروه بين العزل والاستقالة واستقال. فيعني ما يعني بلاش انه يبقى في سقف احلام انه بايدن هيعزل وانه الرئيس اللي هيجي بعده هيتعلم الدرس، لانه حتى اللي بيصوتوا في الكونجرس الامريكي هيبقى عليهم ضغوط جامدة لانه الوضع يستمر طالما انه بيخدم الإسرائيلي يعني. طيب دكتور نهى سريعا، حالة الخلاف الأمريكي مع إسرائيل يعني مؤخرا واجهت الحقيقة نقطتين هامتين، وهما أولا التوقيت أو الوقت اللي منحته الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، وأيضا يمكن كان في تسريب يعني لوثيقة استخباراتية إنه 45% بإجمالي 29,000 قذيفة مما أسقطت على قطاع غزة هي قنابل غبية حسب المصطلح اللي كان موجود في هذا التقرير. يعني لأي مدى بالفعل في هناك حالة خلاف، وهل يمكن أن نرى حالة تحدي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال؟ لا، يعني التحليلات كلها بتقول لا، يعني هم دائما هيكونوا مع بعض، المصالح مشتركة مع بعض، فممكن يحصل اختلافات في وجهات النظر، لكن انا مش شايفه انه ده في القريب العاجل. دايما هيبقى في اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه، ويعني يتبعهم وهناك من يقول يقودهم في السياسه في الحته دي بريطانيا. دايما هنشوف المثلث دوت مشترك في التوجه، ممكن انه يبقى في تباعد في بعض النقاط، ممكن يبقى في خلافات شخصيه، لكن المصلحة بتاعة أمريكا والمصلحة بتاعة إسرائيل، وزي ما بايدن عايز أصوات اليهود، كمان نتنياهو عارف إنه يوم ما هتنتهي الحرب ده دي يوم ما هيبتدي يحاسب سياسيا على الفشل الاستخباراتي وعلى الوضع السيء اللي فيه، والانقسام شديد جدا الحقيقة في إسرائيل برضه. يعني مع يعني يمكن الناس ما تستعجب من ده، لكن هناك إسرائيليين كثيرون غاضبون مما يحدث في غزة، وشايفين انه ده هيؤدي الى ويلات، لانه فكرة يعني انهاء حماس اللي بيقولوها دي فكرة الحقيقة مضحكة، لانه المقاومة لا تنتهي ابدا والعنف يولد عنف، وعدم وجود حل حتى الان. يعني الاثنين بيستثمروا في الحرب دي لمصالحهم السياسية، نتنياهو وبايدن. تصوري يعني طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة نهى بكر أستاذة العلوم السياسية، شكرا جزيلا يا فندم على كل هذه التحليلات. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لأهم الأخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية أمس. وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، نعت مصر الزعيم الفقيد والرجل العظيم الذي كان داعما لأمته العربية والإسلامية وحريصا على شؤونها وحكيما في قيادته، فقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية. هذا وأعلنت مصر الحداد على الفقيد 3 أيام في جميع أنحاء البلاد، سائلة الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسروان. كما أعلن الديوان الأميري بالكويت أن مراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على الأقرباء فقط من مسجد بلال بن رباح اليوم الأحد.
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي الساعة 2 من ظهر غد الاثنين موعدا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر. وذكرت الهيئة في بيان لها أنها لم تتلقى أي عون من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، وذلك خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف استهدف منزلا داخل حي الجنينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طواقم الدفاع المدني انتشلت عددا من الشهداء ومصابين من تحت ركام منزل لعائلة أبو عنزة جنوب غزة، كما جددت مدفعية الاحتلال قصفها عدة محاور شرق ووسط خان يونس. وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى استشهاد 4 من طواقمها في استهداف للاحتلال بقطاع غزة. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مقتل أحد موظفيها متأثرا بجراحه خلال قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن الموظف كان يلجأ في منزل أحد زملائه في القنصلية العامة لفرنسا ومع زميلين آخرين والعديد من الأفراد أسرهم، لافتا إلى أن المنزل تعرض لقصف إسرائيلي ما أسفر عن إصابة الموظف الفرنسي بجروح خطيرة ومقتل عشرات الضحايا. قالت منظمة الصحة العالمية إنها شاركت في مهمة مشتركة للأمم المتحدة لتسليم إمدادات صحية إلى مستشفى الشفاء في غزة وتقييم الوضع هناك. وأضافت المنظمة أن الفريق قام بتسليم أدوية ومعدات جراحية وأدوات جراحة العظام ومواد التخدير وعقاقير إلى المستشفى الذي يعمل حاليا بالحد الأدنى من الطاقة التشغيلية. قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيمارس ضغوطا من أجل إجراء إصلاحات عالمية لنظام اللجوء، محذرا من أن أنحاء من أوروبا قد تصبح غير قادرة على استيعاب تزايد أعداد اللاجئين. ووجه سوناك في خطاب ألقاه في إيطاليا انتقادات لنظام اللجوء العالمي، مضيفا أن ما وصفهم بالأعداء يتعمدون دفع الناس إلى شواطئ أوروبا لمحاولة زعزعة استقرار المجتمعات. وأضاف سوناك أنه إذا لم تعالج هذه المشكلة فإن الأعداد سوف تتزايد. Use migration as a weapon, deliberately driving people to our shores to try to destabilize our societies. ورياضيا، سقط برشلونة في فخ التعادل أمام ضيف فالنسيا بنتيجة 1-1 على ملعب ميستايا، وذلك ضمن منافسات الجولة 17 للدوري الإسباني. تقدم برشلونة أولا بهدف في الدقيقة 55 عبر لاعبه جواو فيليكس، ثم أدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 70 بهدف اللاعب هوغو جويامون. وبهذا يرتفع رصيد برشلونة إلى 35 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب فريق الليغا الإسبانية، كما ارتفع رصيد فالنسيا إلى 20 نقطة في المركز العاشر. ختام موجز 8 فاصل ونعود لحضراتكم باستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم. رغم حاله الدمار الكبيره اللي موجوده في قطاع غزه، لكن المعادله بدات تتغير على الارض مع المعارك القويه اللي بتخوضها المقاومه والخسائر الكبيره كمان في اعداد جنود وضباط جيش الاحتلال الاسرائيلي واللي وصلت لربع القوات في الحرب البريه، وده طبعا وفقا للتصريحات اللي جت من هناك يا جمال. صحيح، يعني وفقا لتصريح لواء جولاني الاسرائيلي الاسبق اللي قال خسرنا ربع قواتنا بمعارك غزه. خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر. معانا على الهاتف اللواء سيد الجبري الخبير الاستراتيجي. صباح الخير لحضرتك يا سياده اللواء. ومن خلال هذا التصريح يعني نتعرف من حضرتك على حجم الخسائر في الجنود والضباط اللي تحققت في جيش الاحتلال الاسرائيلي حتى الان، واعتقد انه لواء جولاني هو من اللواءات يعني اللي تلقى تدريب خاص
بالنسبة للقوات الإسرائيلية. أهلا، صباح النور. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح عليك وعلى مصر وعلى الأمة العربية كلها. طبعا احنا عارفين ان الدعاية الإسرائيلية دائما ما بتقولش الأرقام الحقيقية، ولكن احنا من خلال المتابعة اليومية لسبعين يوم قتال المقاومة الفلسطينية كانت بعد الاجتياح البري بعد شهر من السبعين يوم، يعني في اليوم 31 يوميا في خسائر في الأفراد، وسواء بالموت أو بخسائر في الجرحى، يعني في قتلى وفي جرحى، وفي خسائر في المعدات كبيرة جدا، وده اللي أدى إلى الهدنة الأولى. الأرقام اللي بتتقال إن في طبعا في خسائر يوم 7 أكتوبر نفسه، وفي خسائر ما بعد الاجتياح البري. الخسائر اللي أعلنها المعلنة من الجانب الكيان الصهيوني، فبتكلم في 342 ضابط وجندي في يوم 7 أكتوبر، وبتتكلم في الجرحى بحوالي 1200 جريح. إنما الخسائر المعلنة برضو من الجانب الإسرائيلي بعد الاجتياح حتى أمس بيتكلم في 142 ضابط، وبيتكلم في حوالي 2700 جريح. وبيتكلم في المعدات دلوقتي إن إحنا وصلنا ل 355 معدة. دي الأرقام اللي بيعلنها الجانب الإسرائيلي، ولكن الأرقام ال 355 معدة دي عبارة عن دبابات مركافة والعربات النمر والجرافات، ودي يعني فعلا أكتر من ربع القوى البرية الإسرائيلية اللي بتتكون ربع القوى البرية. فأنا ربع القوى البرية الموجودة، ولا ربع لو هنتكلم حسب تصريح قائد لواء جولاني ربع هذا اللواء، ربع قوة هذا اللواء؟ لا ربع قوات البرية هي أمريكا. إسرائيل تمتلك كل العدد الدبابات اللي عندها كله 1452 دبابة. فالكمية يعني المعدات هي 25% من معدات القوات البرية اللي تصدت للعملية دي. وإحنا عارفين إن القوات البرية في الحرب مع غزة تشكلت في ثلاث مواقع رئيسية، في على قطاع غزة وفي الشمال وفي الضفة الغربية. القطاع غزة لوحده كان واخد أكثر من 60% من هذه القوات، هذه الحشود. 140 ألف جندي كانوا موجودين في قطاع غزة، زائد الأكثر من أربع لواءات، منهم لواء جولاني حضرتك بتتكلمي عليه، هو لواءات النخبة ولواء جفعاتي. يعني دي مجموعة كانت هم معتقدين في الأول أن الحرب في غزة هتكون سهلة، ولكن المقاومة الفلسطينية يعني أثبتت جدارة حتى اليوم وصمود حتى اليوم، فالخسائر موجودة كبيرة. أنا تقديري الشخصي أن الخسائر في الجنود والضباط أصبحت الآن، احنا كل يوم بنسمع في 50 وفي 60 وبتاع، ولكن طبعا الارقام الحقيقيه هتتقال بعد الحرب. طيب بحسب كلام حضرتك ان هي اكبر من كده بكتير، لكن وفق الاوضاع على الارض بقى سياده اللواء، يعني الامور بتتجه لايه دلوقتي؟ احنا طبعا قلنا في اول تعليق كان معاكم في صباح الخير، انا الاجتياح طول ما هم كانوا بيستخدموا القوه الجويه الغبيه والقصف البربري، كانت المقاومه ما تقدرش تعمل حاجه، لان المقاومه ما عندهاش اسلحه دفاع جوي وما عندهاش مضادات للطائرات. ولكن اول ما بدا الغرور الاسرائيلي على الارض وكان في التلاحم، ده في مصلحه المقاومه بقى. نعم فندم، ده في مصلحه المقاومه، المواجهات المباشره الحقيقه ده تصوير حقيقي للعلاقه للقوه بين المقاومه وبين الجيش الوهمي اللي هو كانوا بيسموه بالدعاية والإعلان أقوى جيش موجود في المنطقة. فأصبحت كل في تلاحم على الأرض، كل يوم بتخسر القوات المهاجمة، والقوات المدافعة هي اللي بتنجح. لأن هو طبعا يعني ليكن معلوما أن حرب المدن ليست حرب تقليدية، وأن حرب المدن دائما المهاجم بيحتاج ثلاث أضعاف المدافع. ولكن احنا عندنا النهاردة الأوضاع على الأرض أو المقاومة الفلسطينية أثبتت يعني براعة شديدة في استخدام ما فوق الأرض وما تحت الأرض. يعني هم دايما كانوا بيتكلموا على موضوع الأنفاق،
وطبعا سريعا كده جميع الاهداف الاستراتيجيه بتاعت اللي بيعلنها الكيان الصهيوني كلها فشلت حتى اليوم. فكره القضاء على حماس وفكره تفكيك حماس وفكره التهجير، كل هذه الاستراتيجيات فشلت. والنهارده الاسبوع الاخير اثبتت المقاومه الفلسطينيه انها بتشتغل فوق الارض اكتر من تحت الارض. يعني فكره الانفاق، لان دايما العدو بيحاول يداري عكسه باطلاق بعض الشعارات الحرب النفسيه وتهديئ الجزء الراي العام عنده. يعني حتى دايما هم يقفزوا للامام يقول لك ما بعد الحرب. كل الكلام ده من الكلام مش مظبوط. اللي حاصل دلوقتي على الواقع وعلى الارض الحقيقيه على مسرح المعركه ان القوات المقاومه الفلسطينيه اصبحت تشتغل فوق الارض اكثر بكثير من تحت الارض. طيب سياده الوقف، يعني في اطار حديث حضرتك الحرب النفسيه هي اللي بتمارسها اسرائيل فشلت اعلاميا، بدليل ان الراي العام العالمي كله النهارده 153 دوله بتقولوا وقف اطلاق النار، وفي دوله واحده اللي هي امريكا ومع بريطانيا اللي هي امتنعت عنه. صحيح. سياده اللواء، يعني اعذرني، في اطار حديث حضرتك عن التفوق، واحنا بنتكلم تفوق سلاح الجو طبعا بالنسبه للكيان المحتل، هل بعد هذا الاعتراف اللي طبعا زي ما حضرتك قلت ايضا اكيد الخساره اكبر بكثير مما اعلنوها، هل من الممكن ان تتراجع يعني اسرائيل عن استكمال حربها البريه؟ أو طبعا اسرائيل ومعها امريكا، يعني لازم نبقى فاهمين كويس قوي ان امريكا النهارده تحولت من داعم الى حليف الى شريك. دليل ان يعني الجنرالات الامريكان كانوا موجودين في مجلس الحرب الاسرائيلي، تمام؟ فهم الاثنين دلوقتي هيبحثوا وهيعملوا خطه استراتيجيه، خطه كده بحيث ازاي يطلعوا باي نصر وهمي حفاظا على الاستقرار داخل اسرائيل. يعني هم دلوقتي خفضوا الاهداف المعلنه من ناحيه نتنياهو ومجلس الحرب بتاعه، احنا عايزين السنوار و400 الف دولار و300 الف دولار لمحمد السنوار. ما هي هو في دوله بتحارب عشان واحد؟ صحيح. ده رقم واحد. امريكا بدات تنزل بالايه، خطه متدرجه، نبدا نقول ايه، لا مش عايزين قصف مدنيين، ونبدا نختار الاهداف. كل دي تدرج احنا ملاحظينه، في الاخر هيحاولوا يعملوا اي نصر وهمي، اي نصر وهمي، تمام، لايقاف الحرب، لان الحرب ديت اثبتت فشل النظام العالمي الجديد، ونحطه تحت الكلمتين دول 100 خط. يعني صحيح. هو يعني الحقيقه سياده اللواء، يعني هناك حديث دائر الان عن بحث هدنه اخرى، يعني احنا طبعا بنتابع لحظة بلحظة مجريات الأمور في قطاع غزة. بشكرك جزيل الشكر اللواء سيد الجبري الخبير الاستراتيجي. دلوقتي مشاهدينا هنروح لدينا وأبرز الأخبار المحلية والعالمية. تفضلي دينا. شكرا لك يا شاذلي. ودلوقتي جه معدنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية، وفاز انبي على نظير الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري النايل. وبالنتيجة دي بيحتل انبي المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري برصيد 13 نقطة، أما الإسماعيلي فبيحتل المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدوري برصيد 7 نقاط. فريق الأهلي بدأ امبارح استعداده لمباراته أمام فلومينينسي البرازيلي اللي هتتلعب بكرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وده بعد الفوز على اتحاد جدة في ربع نهائي مونديال الأندية. ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على فيسبوك فيديو من ميران الفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراة بطل البرازيل. عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك أكد سفر أحمد سيد زيزو إلى أنغولا لمواجهة ساجرادا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية، وأكد أن الإصابة تعرض ليها لن تمنعه من مرافقة بعثة النادي. منتخب ناشئين الكرة الطائرة حقق الفوز على منتخب الليبي بنتيجة 3-0 في ختام مواجهته بالدور التمهيدي ببطولة أمم إفريقيا واللي بتستضيفها ليبيا. المنتخب الوطني الأول لرجال الإسكواش تغلب على
سويسرا بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة العالم لمنتخبات الرجال واللي بتصادفها نيوزيلندا. محمد ياسين بطل مصر في السيف المبارزة حقق ذهبية بطولة كأس العالم للسلاح للشباب تحت 20 سنة المقامة في اليونان، ده بمشاركة 29 دولة، وتمكن محمد ياسين من تحقيق الفوز على بطل إيطاليا في المباراة النهائية بنتيجة 15-6 ليحقق المركز الأول والميدالية الذهبية. فريق أتلتيكو مدريد تعرض للخسارة من أتلتيكو بلباو أو أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب سان ماميس معقل بلباو وفي إطار منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الإسباني، وبالنتيجة دي يبقى فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بينما يأتي أتلتيك بلباو بالمركز الخامس برصيد 32 نقطة. فريق مان سيتي تعادل مع فريق كريستال بالاس بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري، وبالنتيجة دي بيصل رصيد فريق مانشستر سيتي للنقطة 34 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يرتفع فريق كريستال بالاس رصيده للنقطة 17 في المركز 15. فريق تشيلسي فاز على فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبيحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد شيفيلد يونايتد في المرتبة 20 والأخيرة بـ8 نقاط. فريق نيوكاسل حقق فوز كبير على حساب فريق فولهام بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب جيمس بارك، وده ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي رفع نيوكاسل رصيده ل 29 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما توقف الرصيد فولهام عند النقطة 21 في المركز 11. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لشاذلي وجومانا علشان نكمل معاكم في قناة صباح الخير يا مصر. شكرك يا دينا، شكرا جزيلا. الكلام لسه ما خلصش عن الإنجاز الكبير اللي عمله فريق النادي الأهلي في ماتش يوم الجمعة اللي فاتت وفوزه المستحق بثلاثية على فريق اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، حجز بطاقة الوصول لنصف نهائي البطولة. خلينا نشوف هذا التقرير عن الأرقام التاريخية اللي سجلها النادي الأهلي في هذه المباراة. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواصل كتابة الأرقام التاريخية بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول لنصف نهائي البطولة. يعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية 4 مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، 2021، 2022 و2023. يليه الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021 و2022. كما وصل التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي تسجيل لحظات المجد الكروي بالقميص الأحمر بعدما قاد الفريق للفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحيث نجح علي معلول في التسجيل من ركلتي جزاء في نسختين مختلفتين بكأس العالم للأندية، وحيث أحرز هدفاً في نسخة 2022 بشباك ريال مدريد، وسجل في نسخة 2023 بمرمى الاتحاد السعودي. ووصل محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي كتابة الأرقام التاريخية من خلال التصدي لركلتي جزاء في نسختين مختلفتين بالبطولة. كان التصدي الأول للحارس الدولي وقائد الفريق أمام لوكا مودريتش 2022 في مواجهة الأهلي وريال مدريد، أما التصدي الثاني فكان أمام كريم بنزيما مع اتحاد جدة في النسخة الحالية 2023.
أيضا وصل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هوايته في كأس العالم للأندية بتسجيله الهدف الثاني للأهلي في شباك فريق اتحاد جدة. وسجل الشحات في 4 نسخ مختلفة بكأس العالم للأندية، كانت البداية في رحلته الاحترافية مع نادي العين الإماراتي، وسجل في نسخة 2018، وعقب انتقاله للأهلي سجل في 3 نسخ مع الفريق 2021، 2022 و2023. وكان أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي مفاجأة التشكيل أمام فريق اتحاد جدة، حيث قدم أداءً كبيراً ونال إشادة النقاد والجماهير، وكتب لنفسه تاريخاً مع المجد الكروي في البطولة القارية. كما كان لاعب وسط الأهلي إمام عاشور على موعد مع المجد الكروي عندما سجل أول مشاركته مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، ولم يكتفي بالمشاركة بل سجل هدفاً في البطولة العالمية. ولا يختلف الأمر كثيراً للاعب خط الوسط مروان عطية الذي حصد جائزة رجل مباراة الأهلي مع اتحاد جدة بعد تألق لافت للنظر. لكن جماهير النادي الأهلي أصبحت تمني النفس بالوصول بعيداً في تلك البطولة، خاصة مع التألق اللافت لنجوم الفريق، على أمل كتابة مجد وتاريخ كروي جديد يضاف لسجلات المارد الأحمر في تاريخ البطولات المحلية والقارية والعالمية. وفي نفس السياق أيضاً النادي الأهلي بيستعد حالياً للقاء بكرة بنظيره نادي فلامينينز البرازيلي في دور نصف النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة. نادي الأهلي بتنتظره أرقام كبيرة جداً في حال تخطى بطل أمريكا الجنوبية إن شاء الله يصل للنهائي. طيب عايزين نتكلم مع حضراتكم عن هذه الأرقام اللي حققها النادي الأهلي بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي والوصول لنصف نهائي كاس العالم للانديه 2023. من الارقام ان شاء الله اللي هيحققها كل التفاصيل دي هيعرفنا عليها الناقد الرياضي الاستاذ عبد العزيز ابو حمر ملك الاحصائيات والتوقعات. يا استاذ عبد العزيز صباح الخير. صباح الخير يا استاذ محمد، يا رافع معنوياتنا دائما، والف الف مبروك للاهلي، وتحياتي لاختنا العزيزه جمانه وكل الشعب المصري. يا اهلا بيك. شكرا لحضرتك. في البدايه هنبدا طبعا مع حضرتك باول رقم معانا هو غرامة 50,000 فرنك سويسري تم توقيعها على النادي الأهلي بسبب طرد مودست والإنذارات كمان اللي تعرض ليها ثلاثي الفريق. وطبعا يعني نقدر نقول دي ضريبة إنك تشارك في بطولة كبيرة زي كأس العالم للأندية، فيعني إحنا كنا طبعا يعني نتمنى إنه الأهلي يدخل مباراة نصف النهائي ومكتمل الصفوف، وخاصة إحنا عارفين إنه الأهلي عنده إشكالية في اللاعب رقم 9 أو المهاجم الصريح. طبعا يعني الأهلي نقدر نقول إنه هو نادي منضبط، نادي يعني بيشرف الكره المصريه والعالميه الان، لانه الاهلي اصبح في كاس العالم للانديه بعد ما احنا كلنا عارفين انه اكثر نادي شارك في المواسم واكثر نادي شارك بالمباريات، انه ايضا اصبح معروفا واصبح علامه فارقه في الكره العالميه. الاهلي طبعا يعني نادي منضبط وسيتقبل هذه الغرامه، ونتمنى ان شاء الله غياب مودست ولو انه كان احتياط في المباراه الاولى زي ما احنا كلنا شفنا ما يكونش له تاثير على الاهلي في مباراه نصف النهائي امام النادي البرازيلي في لومينيزي. طيب خلينا نعرف من حضرتك، هل لائحه البطوله بتنص على ايقاف في حال الحصول على طرد او انذارات ولا بنكتفي بالغرامه؟ لا وطبعا لازم يكون في عقوبه فنيه، وعقوبه فنيه هي غياب اللاعب، واللاعب لن يشارك في مباراه نصف النهائي. طيب استاذ عبد العزيز لو هنتكلم مع حضرتك عن ابرز ارقام النادي الاهلي بعد صعوده للدور نصف النهائي. طبعا استاذ محمد انا عارف انك بتحب الارقام، انا عايز اقول لك الاول الجماهير كلها بتحب الارقام الحقيقه. لبرنامجنا صباح الخير يا مصر، انا بتعرف انا دايما معيش بكررها كل مره بحكم انه كده الهوم سيك والحنين والانتماء، انا بحب دايما ان اكون معاكم الحقيقه في صباح الخير. احنا بنتشرف بحضرتك دايما يا استاذ عبد العزيز. وانا عايز اقول هنبدا باحصائيه حصريه
لكل المشاهدي ومتابعينا في البرنامج ان محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الاهلي اللي لعب 64 مباراه في عام 2023 واكثر نادي في العالم يحافظ على شباكه نظيفه 38 مباراه شباكه نظيفه. هقول الاحصائيه مره ثانيه، محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الاهلي واكثر حارس في العالم في عام 2023 يحافظ على شباكه نظيفه ب 38 مباراه كلين شيت مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي في العام طبعا اللي هو خلاص فاضل فيه عده ايام وينتهي. وانا بقول الاحصائيه دي لانه محمد الشناوي على مستوى منتخب مصر على مستوى النادي الاهلي بيشارك للمره الثانيه في كاس العالم للانديه في نفس السنه. احنا عارفين ان كاس العالم للانديه 2022 اقيمت مطلع العام الجاري، وبالتالي محمد الشناوي عمل ارقام غير نمطيه، والحقيقه كان يستحق ان يصبح هو افضل حارس في العام، مع كل الاحترام طبعا لحارس المغربي المحترم ياسين بونو. لكن الشناوي عامل ارقام خرافيه تجاهلها الاتحاد الافريقي تماما او لم يكن يعلم عنها بالاساس، انه محمد الشناوي هو اكثر حارس يحافظ على شباكه نظيفه وفي 64 مباراه استقبل اقل عدد من الاهداف ايضا، وبالتالي فهو كان يستحق ان يصبح احسن لاعب في افريقيا في عام 2023. الحقيقه انا كنت حابب جدا انه مباراه اتحاد جده، لانها كانت مباراه صعبه جدا في وجود يعني لاعبين مصنفين في العالم، مهاجمين مصنفين في العالم، وعندهم كمان غير بنزيما عندهم رومارينو وكواردو، يعني لعيبه جامده. رومارينو كان يعني محترف في الخليج من فتره طويله، هو لاعب متميز. كنت اتمنى ان الاهلي يطلع كلين شيت، لانه كان سيصبح الشناوي اكثر لاعب في كاس العالم للانديه يحافظ على شباكه نظيفه، ولكن لسه عنده فرصه ان شاء الله في المباراه القادمه. الاهلي طبعا في كاس العالم للانديه زي ما انت عارف اصبح اكثر نادي يشارك في مواسم البطوله 12 مره، اكثر نادي يخوض مباراه 23 مباراه بعد اوكلاند سيتي عنده 18 مباراه، ثاني اكثر نادي في كاس العالم للانديه حقق انتصارات. الاهلي الفوز امام اتحاد جده كان هو الفوز التاسع، ريال مدريد عنده 12 فوز، الاهلي هو ثاني اكثر نادي في كاس العالم للانديه يسجل اهداف، الاهلي وصل للهدف 27، ريال مدريد طبعا عنده 40 هدف. اتفضل معاك الكلام استاذ محمد، وانا لازلت محتفظ ببعض الاحصائيات لحضرتك. طيب يعني استاذ عبد العزيز، ما زلنا نتكلم ايضا عن الاحصائيات، يعني خلينا نروح مثلا لحسين الشحات. حسين الشحات بقى تاني لاعب في تاريخ كاس العالم للانديه بيسجل في اربع نسخ مختلفه بعد كريم بنزيما طبعا اللي كان لاعب في اتحاد جده. هل شايف انه حسين الشحات عنده القدره كمان انه يتخطى كريم بنزيما؟ طبعا احصائيه لافته ومتميزه. طبعا ان شاء الله رب العالمين ان الاهلي، عارفين ان اتحاد جده بيشارك هذا العام كمرشح وليس كبطل لاسيا، وانه اتحاد جده لا يزال في دور المجموعات الحقيقه في دوري ابطال سوري انه تخطى دور المجموعات في دوري ابطال اسيا 2023. انا شايف انه ان شاء الله الاهلي اذا تأهل مرة ثانية لكأس العالم للأندية، لما لا حسين الشحات يقدر إنه هو يحطم هذا الرقم. لكن أنا عايز أقول لك أختي جمانة إنه حسين الشحات أوريدي عنده رقم يصعب تحطيمه في كأس العالم للأندية، وهو إنه أكثر لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يشارك في مباريات. حسين الشحات عنده 13 مباراة، وهو أكثر لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يشارك في مباراه، هو اوريدي عنده رقم غير طبعا الرقم المميز اللي حضرتك نبهتيني ليه الحقيقه ما كنتش محضره معانا، اشكرك عليه. شكرا. غير هذا الرقم هو عنده طبعا هو عنده اربع اهداف، ثلاث اهداف مع الاهلي وهدف مع العين الاماراتي، وعنده 9 مباريات مع الاهلي واربع مباريات مع 10 مباريات مع الاهلي وثلاث مباريات مع العين الاماراتي. حسين الشحات بمشاركته ان شاء الله المره اللي جايه يعني سوف يعني برضه يحقق مزيد من الارقام القياسيه. ايه تاني يا استاذ عبد العزيز معاك من الارقام والاحصائيات؟ يعني قلت لسه محتفظ بمجموعه من الاحصائيات، قول لنا عليها يا فندم.
الحقيقه انا عايز اقول انه احنا شفنا طبعا السجال. اولا احنا نشكر اشقائنا في المملكه العربيه السعوديه الحقيقه استقبال حافل للنادي الاهلي في المباراه، وبعد المباراه كمان عملوا الحقيقه شغلوا الاغاني اللي هي الاغاني الشعبيه اللي احنا عارفينها، والحقيقه يعني كان احتفال كبير بالنادي الاهلي وروح طيبه جدا من الشعب السعودي يعني نشكرهم عليها. يعني احنا شفنا السجال مع بعض في بعض وسائل الاعلام، الاهلي حقق اول فوز، يعني قيمه هذا الفوز انه طبعا له قيمه كبيره انه في كاس العالم للانديه، وان الاهلي وصل لنصف النهائي العدد ايضا قياسي من المرات في هذه البطوله. الاهلي يحقق اول مره اول فوز في تاريخه على الاتحاد السعودي الحقيقه، وبعد خمس مباريات وثلاث هزائم متتاليه للاهلي في بطولات اقليميه، يعني مش في كاس العالم للانديه، ومنهم مباراه احنا عارفين انه اول مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. انا فاكر الماتش ده كويس، الاهلي اتغلب عمل كل حاجه واتغلب بهدف محمد نور. طبعا الاهلي بقى 23 سنه بيرد الاعتبار، واحنا يعني مش كده وبس، انا زي ما قلت لحضرتك ده كان خامس لقاء للاهلي امام الاتحاد السعودي تحديدا، والاهلي لم يستطع ابدا الفوز على الاتحاد السعودي على مر التاريخ. هذا اول فوز للاهلي على الاتحاد السعودي في خمس مباريات، كان تعادل اول لقاء ثم ثلاث هزائم متتاليه للاهلي ثم فوز للاهلي. الاهلي الحقيقه اثبت يعني خلينا نقول مع الانديه السعوديه، الاهلي وصل ل 22 مباراه، الاهلي حقق الفوز ال 11 مقابل خمس انتصارات للانديه السعوديه. طبعا احنا عارفين انه الاهلي واجه ست انديه سعوديه في كل البطولات، وهي بالتحديد انديه تعسير. دي بطوله كانت 1999 كده هاز جون ان نوتس زي ما بيقولوا، مرت مرور الكرام ما حدش خد باله منها، لكن الاهلي لعب في هذه البطوله في المملكه العربيه السعوديه وفاز على نادي اسمه عسير، والاهلي بعد كده اتعادل مره وخسر مره من نادي الرياض، والاهلي واجه طبعا الاربعه الكبار واهلي جده واتحاد جده والشباب والهلال. طيب استاذ عبد العزيز اسمح لي لانه للاسف يعني وقتنا يعني بدأ ان هو ينفذ، لكن خلينا نعرف من حضرتك ماتش بكره بقى بتشوفوا ازاي الفريق كمان البرازيلي. طبعا الاهلي هيلاقي بكره نظيره نادي فلامينينز البرازيلي، هو فريق برده مستواه اعتقد مش سهل، بس حضرتك تقييمك ايه اولا لمستوى نادي فلامينينسي، وعندك امل الاهلي ان شاء الله يتخطى هذا الفريق ولا لا؟ طبعا عربيا دي هتكون المواجهه رقم 12 بين الانديه العربيه والانديه البرازيليه في كاس العالم للانديه، والحقيقه فريق فلومينيز زي ما حضرتك قلت من الفرق البرازيليه العريقه المعروفه، لكن الاهلي كسر حاجز الحقيقه مواجهه الانديه السعوديه، واحنا شفنا انه الاهلي تخطى نادي سعودي اظن في النادي البرازيلي اسف في البطوله اللي قبل اللي فاتت، واستطاع الاهلي انه يحصل على المركز الثالث. انا اظن انه الاهلي بالخبرات المتراكمه لدى هذه المجموعه كمان من اللاعبين قادر على انه يحقق يعني يحافظ على اماله. الحقيقه المباراه لن تكون سهله ابدا، لكن اظن انه هي 50-50، واداء الفريق في الملعب ان شاء الله يكون نفس اللي حصل في اتحاد جده، ويكون الاهلي موفق بهذه الطريقه. الاهلي طبعا عنده يعني اشكاليات خاصه في خط الهجوم، وزي ما حضرتك قلت في الاول غياب المهاجم الفرنسي موديست، على الاقل ان هو كان احد الكروت في يد المدرب السويسري مارسيل كولر، لكن انا متفائل جدا انه الاهلي سيدافع بكل قوه عن حظوظه ان شاء الله. وبكل تاكيد يا استاذ عبد العزيز هناك ارقام تنتظر النادي الاهلي لمجرد المشاركه، وارقام تنتظر ايضا النادي الاهلي بعد الفوز باذن الله في هذه المباراه. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ عبد العزيز ابو حمر الناقد الرياضي. شاهدينا فقراتنا مستمرة مع حضراتكم، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. نرحب بحضراتكم مرة تانية. في دراسة نشرت في مجلة سيتي ديلي العلمية بتقول انه السيدات اللي بيقضوا ست ساعات او اكتر
كل يوم وقت فراغ مستقر. هنفهم يعني ايه برضو وقت فراغ مستقر مع حضراتكم، يعني فراغ تام بدون اي مجهود، ده بيضاعف من خطر اصابه المراه باورام الرحم الخبيثه. طيب عايزين نعرف تفاصيل اكتر، هيعرفنا عليها دكتور حسين خالد استاذ طب الاورام. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. يا اهلا بحضرتك. اهلا بيك. في البدايه نعرف ساده المشاهدين ايه هي اسباب الاصابه باورام الرحم الخبيثه. هو في اسباب عامه وفي اسباب خاصه يعني. فأهم حاجة في الأسباب العامة هو قلة الرياضة البدنية، يعني الواحد لازم يعمل مجهود دائم ومستمر، سواء يعني مشي، رياضة خفيفة حسب السن العمرية يعني. مع كده الأكل، نظام الأكل لازم يبقى يعني متوازن، ما فيهوش دهون كتيره، ما يؤديش الى السمنه الزايده، لان السمنه احد مسببات الاورام. لازم يكون في العناصر الغذائيه المختلفه، على الاقل من 5 لـ7 ألوان في الاكل كل يوم، حسب نوع سلطات وخضار وبروتينات وما الى ذلك. وبعدين بعد كده كمان في الموضوعات بقى اللي هي ليها علاقه بالهرمونات، بالذات بالنسبة للسيدات، يعني الجزء الخاص بالرحم والثدي بيبقى والمبايض بيبقى لهم علاقة بزيادة أو نقص هرمون الاستروجين اللي هو موجود في المرأة بصورة طبيعية، سواء كان من داخلي أو خارجي، يعني لو هي بتستخدم أدوية فيها هذا الهرمون الأنثوي. بعد كده بيجي العامل الوراثي، العامل الوراثي برضو مهم جدا في بعض الأمراض زي سرطان الثدي وزي برضو سرطان الرحم وأنواع أخرى. في بعد كده بقى التلوث، التلوث العام بصفة عامة، سواء كان في المية أو في الأكل أو في الجو، كل ما كانت نسبة التلوث واستخدام المواد الكيماوية والصناعية قليلة، كل ما كان الاحتمال ده يعني مش وارد. أهم بقى حاجة وهي آخر حاجة وأهم حاجة هو التدخين. التدخين ده هو العدو الأكبر للسرطانات بصفة عامة، سواء كان سرطان الرئة، سرطان الجزء العلوي من الجهاز الهضمي أو التنفسي، سرطان الثدي، بعض يعني أنواع، أغلب الأنواع، سرطان مثلا البولية، كل ده بيبقى له علاقة بالتدخين بجميع أنواعه. يعني مش سرطان الرئة فقط؟ لا لا خالص، بالعكس، بجميع انواعه، سواء كان سجاير او سيجار او بايب او شيشه. الشيشه بتساوي حوالي من 50 لـ70 الحجر الواحد يعني اللي بيبقى موجود في الشيشه، من 50 لـ70 سيجاره يوميا. فتخيل لو واحد بيشرب الشيشه دي كل يوم هيبقى الرئتين بتوعه شكلهم ايه، والتلوث اللي هيبقى موجود شكله. والسجاير الالكترونيه وال طبعا كل الحاجات دي داخله في نفس وبعدين في الاخر بقى خالص بعض الامراض اللي هي مش اورام تجيب اورام، يعني الفيروس سي اللي احنا الحمد لله نجحنا في ان احنا نقضي عليه، هو العدو المسبب الاول لسرطان الكبد اللي هو دلوقتي الاكثر انواع شيوعا في مصر. في بعض الامراض الاخرى زي البلهارسيا، احنا البلهارسيا مثلا كانت بتعمل لنا سرطان المثانه البوليه بصوره كبيره جدا، كان هو اكثر الانواع شيوعا لدى الرجال، ولما قدرنا نقضي عليها من خلال وسائل الاعلام، ادي ظهرك للترعه والادويه والعلاجات الرخيصه اللي كانت موجوده، البلهارسيا قلت قوي في الريف المصري، فبالتالي سرطان المثانه البوليه ابتدى يقل اللي هو ليه علاقه بالبلهارسيا. طيب دكتور، خلينا نرجع مع حضرتك لهذه الدراسه، وهل فعلا في علاقه ما بين قضاء وقت فراغ زي ما تابعنا وزي ما ذكرنا منذ قليل بسرطان الرحم؟ لانه في سيدات مثلا بتشتغل شغلها بيبقى على لابتوب، فبيقعدوا فعلا ما بيتحركوش اكتر كمان من 6 ساعات. هي الفكره مش 6 ساعات، هي الفكره ان انا لازم احرك الدم في الجسم، ولازم ان انا يعني يبقى عندي نوع من القدره على ان انا اعمل رياضه يوميه. ممكن اشتغل واقعد 5 6 ساعات، بس مش لازم اقعد 5 ساعات كلهم مره واحده، يعني ممكن اتحرك في اثناء بين الفتره وفتره، ممكن اتمشى،
لما بنزل مثلا الشغل الصبح الناس تحب تبقى وسيلة المواصلات اللي هي قدام، إذا كان ممكن تطلع كمان لما كان شغلهم ما فيش مشكلة. فبرضو أي نوع من أنواع الرياضة والنوع المشي هو اللي هيبقى مفيد، وده اللي بيقلل من فترات الـ يعني أن الست ما تشتغلش 6 ساعات أو أكتر. طبعا دي كلها عمليات إحصائية حسابية، دراسة سليمة أنا طلعت عليها كويسة قوي، لكن يعني هو الكونكلوجن او الملخص للدراسه هو ان احنا لازم نلعب او نعمل رياضه. يعني لازم يبقى في نشاط بدني يعني دائم كل يوم. طيب هل الموضوع مرتبط بفئه عمريه معينه بالنسبه للسيدات؟ خالص. بالنسبه للي هو سرطان الرحم طبعا السن اللي هو الاكبر شويه هو اللي بيبقى معرض اكتر. الاكبر من كام مثلا يا فندم؟ يعني فوق الـ40، يعني فوق الـ40، يعني 40 او 50 او 60 هي بتبقى. انما البنات الفتيات الصغار اقل عرضه للاصابه بسرطان عموما. يعني في جميع الـ يعني الانواع الاخرى السن الصغير ما بيبقاش يعني الجسم لسه الجهاز المناعي بتاعه موجود، الحيويه موجوده، فكل ما لانه احد تعريفات السرطان هو مرض العمر المتقدم، فكل الانسان ما زاد في العمر كل ما احتمالات ان هو يجي له اي انواع بما فيها سرطان الرحم وسرطان الثدي بيبقى اكتر يعني. طيب دكتور حقيقه يعني بنتابع من خلال حتى المجتمع المحيط بينا انه الاورام اللي فيها الحميده هي بتبقى اكثر انواع الاورام الحميده شيوعا في وقت سن الانجاب، ده ايه سببه؟ هو الانواع الحميده اللي هي حضرتك يمكن قصدك عليها اللي هي المثل بنقول عليها فايبرويد او الاورام الليفيه اللي بتبقى موجوده في الرحم، دي بتبقى لخبطه في سن البلوغ وبعد كده لغايه اما الجسم بيتعود على الوضع الناضج النضوج الكامل يعني، فبيبقى في اللخبطه دي هي اللي بتعمل الاورام اللي فيها الحميده اللي هي بتبقى موجوده، ودي الحقيقه ما فيش منها خطوره خالص غير لو حجمها زاد بس كبر، فبتضغط على اعضاء الجسم الاخرى فممكن تعمل بعض الاعراض، لكن ممكن التعامل معاها وهي موجوده بدون ازالتها مثلا، لكن التعامل معاها من خلال الادويه او كده. بالظبط. تمام. طيب تحذير حضرتك للسيدات بشكل عام لو في اي حاجه ممكن يتجنبوها قبل حتى ما يوصلوا لسن الـ40؟ هو حضرتك استخدام المواد اللي هي فيها ادويه سواء كانت ادويه او اكل في نوع من انواع الهرمونات الزياده ده مش كويس، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه هو اتباع نمط حياه يعني معتدل، يعني دايما بنقول خير الامور الوسط، النوم 8 ساعات في اليوم، الرياضه الخفيفه زي ما قلت لحضرتك، الاكل المتوازن، عدم استخدام بعض الحاجات اللي هي زي الجانك فود مثلا. الجانك فود ده من الحاجات اللي هي مضره. طبعا ما فيش مشكله ان احنا نقعد اسبوع او اسبوعين مره او مرتين كده ماشي، لكن ان انا يبقى هو ده نمط حياتي ان انا قاعد مثلا يومي. في الشغل من الصبح لبالليل فانا طول الوقت باخد الاكل اللي هو كده ده بيبقى مش مظبوط. طيب هل في يعني زي ما بيقول كده تشيك اب او كشف دوري على الجسم عشان السيدات تاخد بالها؟ هل في أدوية ممكن تكون بتسبب مثلا نسبة أو يعني حدوث نسبة حدوث أو الإصابة بالأورام؟ يعني في أي حاجة ممكن الستات تاخد بالها منها عشان تقدر تتجنب أو تحمي نفسها من خطر إصابة ده بيجرنا بقى لموضوع مهم جدا اللي هو المبادرات الرئاسية اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت الحقيقة. وطبعا كل ما ركزنا أكتر على التوعية بالأسباب وعلى إن احنا نتبع يعني نظام سليم كل ما كان احتمالات الإصابة أقل. احنا دايما نقول الوقاية خير من العلاج، فالوقاية هي إن أنا أتجنب المسببات اللي احنا اتكلمنا عليها. طبعا بالنسبة للسيدات على وجه الخصوص زي ما قلت لحضرتك الحاجات العامة وعدم استخدام الأدوية اللي هي فيها يعني هرمونات او ادويه بتشتغل على الجهاز المناعي بتاع الجسم لان دي بتضعف الجهاز المناعي.
طيب دكتور، هل في علامات حيويه السيده تقدر تعرف من خلالها ان هي مصابه بالسرطان؟ طبعا، هو عموما بصفه عامه اي عضو في الجسم معرض ان هو يجيله اورام سواء كانت حميده او خبيثه. اي مرض بيعمل اعراض، فالاعراض العامه يعني مثلا الرئه، سرطان الرئه، كحه مثلا، ماشي مفيش مشكله، لو كحه موجوده او بلغم او الم في الصدر او اي حاجه وانا عالجتها او استحملتها شويه وبعدين انا من وحدي اتصرفت وعالجت روحي وبعدين بعد كده العلاج ما جابش نتيجه ورحت للدكتور فالدكتور كتب لي علاج، دكتور عام يعني بطن عامه كتب لي علاج مثلا اسبوع اسبوعين ما جابش نتيجه، هنا بقى لازم ان انا اتدخل واعمل مثلا اشعه على الرئه فالاشعه هي اللي ممكن تبين في مثلا حاجه في مثلا التبول مثلا في مشكله عالجت مره اتنين تلاته ما فيش، يبقى في الحاله دي لازم اعمل الاجراءات اللي هي المفروض ان انا اعملها. في سن معينه مثلا بالنسبه للسيدات فوق ال 40 سنه من الافضل ان هي تعمل اشعه ماموجرام على الثدي كل سنه مره مثلا، وبالذات لو في عامل وراثي موجود في الاسره سواء كان عمتها، خالتها، اختها، مامتها، جدتها، يعني اي عنصر في الاسره موجود وفي المرض موجود يبقى في الحاله دي احنا ناخد بالنا بتكون اكثر عرضه للاصابه يعني. بالظبط. غير كده بقى بيتعمل تشيك اب عادي اللي هو زي ما انا قلت لحضرتك بالنسبه للثدي هو الماموجرام. في بقى انواع كتيره تانية ما هياش يعني ايه ما ينفعش فيها ان انا اعمل حاجات دوريه، انما ينفع ان انا اتجنب مسبباتها. فبالتالي مثلا القولون، الرئه، الثدي، البروستاتا، دي من الحاجات اللي انا ممكن اعمل فيها تشيك اب كل شويه. التشيك اب بيبقى يا اما تحليلات دم يا اما اشعاعات في وجود او عدم وجود اعراض، بس الاهم ان هو يبقى في اعراض. ولو في تاريخ مرضي برضو نسبه المتابعه او التشيك اب اللي هو المفروض يتعمل بتبقى الفترات الزمنيه اللي بين دي ودي اقل من الانسان العادي اللي هو ما عندوش في الاسره بتاعته. او لكن انا بنشوف دلوقتي ان كل اغلب الاسر في مصر الحقيقه لازم كلنا نعرف ان في حد موجود جاله ورم، لانه نسبه حدوثه بتزيد شويه يعني في مصر بصفه عامه يعني وفي العالم كله يعني. طيب ايه الجديد في علاج الاورام يا دكتور؟ الجديد في علاج الاورام هو حضرتك بالاضافه للوقايه والاكتشاف المبكر اللي هم دول اهم حاجه، هو انه في جراحه. بالنسبه احنا عندنا ايه؟ جراحه، عندنا علاج اشعاعي، علينا علاج بالادويه. بالنسبه للجراحات، الجراحات التحفظيه بقت هي دلوقتي اللي واخده الابر هاند، اللي هو مثلا احنا بنحاول ان احنا نحافظ على العضو اللي هو المفروض يتعالج من المرض اللي فيه بقدر الامكان انه نخليه سليم، يعني ما يبقاش استئصال جزئي ما يبقاش استئصال كلي. دي اول حاجه. ده بالنسبه للجراحات. بقى في كمان الجراحات اللي هي باستخدام الروبوت، اللي هي ودي حاجه من الحاجات برضو اللي هي بتقلل من الاعراض الجانبيه بعد البوست اوبراتيف، يعني اللي ممكن تحصل بعد الجراحه. ده بالنسبه للجراحه. بالنسبه للعلاج الاشعاعي بقى في دلوقتي اجهزه جديده جدا يعني تركيزها بيبقى اكتر على الورم. هي المشكله في العلاجات اجهزه العلاج الاشعاعي القديمه انها ممكن تاثر على الاماكن. ده الجديد في النسبه للعلاج. بالنسبه بقى للادويه، عندنا طبعا الادويه اللي هي العاديه خالص، العلاج الكيماوي، بعد كده في الادويه العلاج الهرموني اللي هو بيهاجم بعض الامراض اللي هي ليها علاقه بالهرمونات زي سرطان البروستاتا في الرجال وزي سرطان الثدي في السيدات. في بعد كده العلاج اللي هو الموجه، اللي هو بيختار الخلايا اللي هو رايح يعني يهاجم ريسبتور معين او مستقبل معين موجود على سطح الخلايا السرطانيه ومش موجود على الخلايا العاديه، فتبتدي يبقى نسبه الاستجابه اكتر والاعراض الجانبيه اقل. وفي بعد كده العلاج المناعي. العلاج المناعي اللي هو ايه بقى؟ بيقوي الجهاز المناعي بتاعنا. احنا كل يوم الصبح بنصحى في 500 خلية
سرطانيه موجوده في جسمنا اللي هي خلايا مشوهه اللي بيتولى القيء اثناء الانقسام اللي بيتولى القضاء عليها كل يوم الصبح قوي الجهاز المناعي عشان يقدر لما انا اقوي الجهاز المناعي بالحاجات اللي انا قلتها العامه دي او بالادويه بيحصل القضاء على الخلايا. نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر دكتور حسن خالد استاذ طب الاورام، نشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على وجودك معنا. دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لاهم الاخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية أمس. وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية نعت مصر الزعيم الفقيد والرجل العظيم الذي كان داعما لأمته العربية والإسلامية وحريصا على شؤونها وحكيما في قيادته، فقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية. هذا وأعلنت مصر الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد. أدى المصلون من أسرة الصباح صلاة الجنازة على الأمير الراحل الشيخ نواف الجابر الصباح. يتقدمهم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق. وتمت صلاة الجنازة بحضور لفيف من أسرة آل صباح ورجال الدولة بالكويت. كما تم نقل كثمان الفقيد للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من داخل المسجد في موكب مهيب. هذا وقد شيعت جنازة الأمير الكويت الراحل من مسجد بلال بن رباح إلى مثواه الأخير. لأنك تحمل الحب وتحمل الخير وتحمل العطف والخوف على هذا الوطن، وتحمل النصح الكبير لإنسان هذا الوطن. حددت الهيئة الوطنية انتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي الساعة 2 من ظهر غدا الاثنين موعدا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية خلال مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر. وذكرت الهيئة في بيان لها أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، وذلك خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيين اثنين من تول كرم بالضفة الغربية المحتلة استشهد برصاص القوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، وتوفي ثالث من جنين متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل أيام قليلة. وكانت الوزارة قد أعلنت ارتفاع عدد الشهداء في كل من قطاع غزة والضفة إلى أكثر من 19,000 شهيد وإصابة نحو 55,000 آخرين، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف استهدف منزلا داخل حي الجنينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طواقم الدفاع المدني انتشلت عددا من الشهداء ومصابين من تحت ركام أو ركام منزل لعائلة أبو عنزة جنوب رفح. كما جددت مدفعية الاحتلال قصفها عدة محاور شرق ووسط خان يونس. وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى استشهاد 4 من طواقمها في استهداف للاحتلال بقطاع غزة. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مقتل أحد موظفيها متأثرا بجراحه خلال قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة. وقال نائب المتحدث باسم رئاسة أو باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن الموظف كان يلجأ في منزل أحد زملائه في القنصلية العامة لفرنسا، وذلك مع زميلين آخرين والعديد من أفراد أسرهم، لافتا إلى أن المنزل تعرض لقصف إسرائيلي وأسفر عن إصابة الموظف الفرنسي بجروح خطيرة ومقتل عشرات الضحايا.
قالت منظمة الصحة العالمية أنها شاركت في مهمة مشتركة للأمم المتحدة لتسليم إمدادات صحية إلى مستشفى الشفاء في غزة وتقييم الوضع هناك. وأضافت المنظمة أن الفريق قام بتسليم أدوية ومعدات جراحية وأدوات جراحة العظام ومواد التخدير وعقاقير إلى المستشفى الذي يعمل حاليا بالحد الأدنى من الطاقة التشغيلية. قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيمارس ضغوطا من أجل إجراء إصلاحات عالمية لنظام اللجوء، محذرا من أن أنحاء من أوروبا قد تصبح غير قادرة على استيعاب تزايد أعداد اللاجئين. ووجه سوناك في خطاب ألقاه في إيطاليا انتقادات لنظام اللجوء العالمي، مضيفا أن ما وصفهم بالأعداء يتعمدون دفع الناس إلى شواطئ أوروبا لمحاولة زعزعة استقرار المجتمعات. وأضاف سوناك أنه إذا لم تعالج هذه المشكلة فإن الأعداد سوف تتزايد. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. امبارح في صباح الخير يا مصر كنا بنتكلم مع حضراتكم على الذاكرة، وازاي ان احنا نقدر نقوي ذاكرتنا، وايه انواع اصلا الذاكره، وازاي الناس بتستوعب المعلومات او بتحفظ المعلومات في مخها، ايه العوامل المساعده، ايه العوامل اللي بتؤخر من قدره الذاكره على الاستيعاب، وكلمنا في الموضوع ده بشكل مفصل. بس كمان لسه يعني بنشوف دلوقتي معظم الناس بيقضوا اغلب وقتهم تحديدا خارج البيت، بياكلوا في المطاعم او في اي مكان عشان يقدروا ان هم يكملوا يومهم. في ناس بتكسل ممكن انها تعمل اكل في البيت، في ناس بيبقى اولادهم عايزين ياكلوا او تعودوا على اكل الشارع او اكل المطاعم. حتى المشروبات، في مشروبات كمان غازيه كتير جدا تحديدا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحراره، وان كان في فصل الشتاء كمان في ناس كتير جدا بتنسى تشرب ميه بشكل كافي. بعد كده بقى بنروح اخر اليوم نكمل اكل كده في البيت، حتى الاكل اللي في البيت ما بيبقاش كمان صحي جدا، مع ان من المفترض ان طبيعي ان الاكل البيتي بيكون مختلف كمان وانضف بكتير جدا من الاكل خارج البيت. وكله بقى النظافه زي ما قلت لحضراتكم، المكونات اللي حتى بيتم استخدامها في الاكل. السؤال المهم برضو يا جمانة، ازاي نقدر نقلل من هذه الاطعمه خارج البيت؟ طبعا في ناس فترات عملها بتبقى كتيره جدا بره، لكن ازاي نقدر نقلل من الاطعمه اللي بره قدر المستطاع والمشروبات الغازيه وغيرها، ونستبدلها باطعمه اخرى تقوي الذاكره؟ اكيد هذه الاطعمه هتكون في البيت، وازاي كمان السيدات تقدر تفكر في ان هي تصنع حاجه في البيت مشابهه يعني قدر المستطاع للاطعمه اللي بتصنع في بره البيت؟ يعني كل هذه التفاصيل هتجاوبنا عليها دكتوره منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الاغذيه. دكتوره صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير يا جمانه، وصباح الخير على الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه التلفزيون المصري. يا اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. معظمنا بنقضي فتره كبيره جدا بره البيت نتيجه بقى للشغل والزحمه. اه طبعا، فنتيجه ده اكيد بنضطر ان احنا بناكل بره. هو طيب تأثير، اتفضلي يا فندم. هو في البداية حابة أقول تأثير ده على صحتنا إيه؟ للأسف الوجبات السريعة والفاست فود مليئة بالأضرار، يعني حتى إحنا في مصطلح بنستخدمه أخصائي التغذية دايماً بإنها الوجبات ذات السعرات الفارغة. يعني إيه الكلام ده؟ هي فيها سعرات حرارية عالية جداً، فيها كمية سكر عالية جداً، كمية دهون كبيرة، وفي نفس الوقت هي عديمة القيمة الغذائية تقريبا. فحضرتك بتاخد سعرات حرارية بتسبب لك أمراض كتيرة زي السكر والسمنة والقلب والضغط وغيرها، وفي نفس الوقت بنيجي ندور على الفايدة اللي هي قدمتها للجسم ما بنلاقيش أي فايدة. كمان سبحان الله هذه الصناعة، صناعة الوجبات السريعة أو الفاست فود، خلقت حالة من الإدمان، حالة من حب إن أنا كل ما اخرج عايز اجيب اكل جاهز، وعدم الرضا كمان عن اكل البيت. ده حقيقي، حاله من عدم الرضا على اكل البيت، وده ليه اسباب علميه على فكره. ايه اللي بيحصل او ايه اللي بيسبب حاله الادمان دي؟ اول حاجه نسبه السكر المرتفعه في هذه الوجبات.
حضراتكم هتقولوا لي طب انا ما بجيبش بسبوسه ولا كنافه، ده انا جايب سندوتش برجر او بانيه، فين السكر هنا؟ لا، السكر موجود في العيش الفينو اللي موجود في الساندويتش، موجود في الكاتشب، موجود في الصوص، في الدريسنج اللي محطوط. دي اسمها سكريات مخفية، أنا مش شايفها ولكن الجسم بيعد عليا جوه وبيحسبها. لما بيخش السكر الجسم في الحالة الطبيعية أو السكر اللي جاي من مصادر طبيعية، سبحان الله الأنسولين بيقدر يتعامل معاه بكفاءة. الأنسولين بيكون فيه الروح الطيبة وهو بيتعامل مع هذا النموذج من السكر، بياخد الدور الأنسولين إن بياخد السكر من جسمنا وبيدخله جوه الخلية عشان ده مصدر للطاقة في الخلية. طيب أنا داخل لي كل يوم سكر كتير في وجبات كتير، سكر كتير، الأنسولين هنا بيتحول للأنسولين الشرير، بيعمل إيه؟ بيحول هذه السكريات لدهون بتتركز في منطقة البطن. أجي بعد فترة من التغذية على هذه الوجبات ألاقي بقى في كرش كمان. السكر بيعمل حالة من الإدمان وحالة من السعادة. يعني الأكلات دي سبحان الله أول ما بناكلها مرة اتنين تلاتة بنبتدي بيجي لنا شعور بالسعادة، بتأثر فعلا على النواقل العصبية اللي موجودة في المخ، والسكر بيدي كمان شعور بالسعادة. ولكن بعد فترة احنا بناكل الأكلات دي هنلاقي بيجي لنا اكتئاب، لأن المخ بيكون خلاص اعتاد على هذه الحالة، وهنلاقي نفسنا كمان بنزود في الكميات. يعني حضرتك بتبص احنا بنبتدي ممكن يجيلي اكتئاب نتيجة ان انا باكل كبدة من الشارع؟ مش الكبدة كمان من الشارع يا فندم، لا، ان حضرتك مثلا تشرب بعدها مشروب غازي من المشروبات الغازية، ان احنا بناكل البرجر، بناكل الحاجات المقلية الكتيرة، دي كلها بعد فترة بتعمل حالة من الاكتئاب، لأن خلاص حضرتك نسبة السكر عالية أثرت على المخ، أثرت على النواقل العصبية. كمان أنا عندي نسبة دهون رهيبة، تقريبا في أبحاث كتيرة اتعملت 6 أضعاف الدهون اللي عاملينها في نفس الأكلة موجودة في البيت. طبعا الدهون العالية دي طبعا هي دهون للأسف مهدرجة زي بقى يا دكتورة بتحصل. يعني في ناس دلوقتي حقيقي حتى يمكن على الفيديوهات اللي بتبقى موجودة على الإنترنت، ازاي مثلا لو ساندويتش معين أو أكلة معينة بناكلها من مكان بره ازاي تقدر تحضرها في البيت، وفي ناس بالفعل بتقدر تحضرها بالظبط لو حتى ليها علاقة بسر معين بصوص معين مثلا مش وده اللي احنا بنقول بيقدروا يعملوه. طب ايه الفرق؟ يعني هم ايه اللي ممكن يكون بره، ايه المكون اللي بيتحط بره البيت صحيح بيكون مختلف عن اللي جوه البيت؟ اللي بره البيت زي ما حضرتك بتقولي ممكن هما الاثنين بانيه الاثنين برجر، ولكن للاسف بره هو عاوز يطول فتره الصلاحيه بتاعت المنتج بتاعه، بحيث ان حضرتك حتى لو خدته وقعد معاك في البيت يومين ثلاثه يفضل بنفس نسبه الطعم اللي موجود فيه. بيحطوا حاجات كمان للقوام، دهون عاليه، لان الدهون هي مسؤوله عن جزء كبير جدا من الطعم اللذيذ اللي احنا بنحبه، وكمان الدهون اللي بيضيفوها بتزود في فترة الصلاحية، بس للأسف هي بتنقص من فترة صلاحية الإنسان. فإحنا عندنا بيحطوا دهون كتيرة جدا، بيحطوا حاجات تديك القوام المطلوب، تديك الكرانشي، تديك الطعم، تديك اللون، مكسبات الطعم واللون. فطبعا دي كلها حاجات هم بيضيفوها ضر على صحتنا، حضرتك مش هتضيفيها في البيت. حضرتك طبعا بتطلعي ممكن نفس الطعم ونفس الشكل إلى حد ما، ولكن فترة استمرار هذا الطعم معاكي مش هتقعد لفترات طويلة زي المطعم. بس حضرتك قلتي مثلا السكر زي اللي موجود مثلا في الفينو أو في الكاتشب، ده حقيقي. طب ما احنا بنجيب الفينو في البيت؟ لا، الفينو اللي هم بيستخدموه في هذه المطاعم مش زي بتاعنا خالص، بدليل ان حضرتك في احد ماركات المطاعم البرجر الشهيره لو حضرتك جبت الساندوتش وسبتيه بره الثلاجه لمده 3 4 ايام، ودي تجارب موجوده على السوشيال ميديا، مش هيحصل له تغيير طالما ما عليهوش كاتشب. بالعكس انت هتلاقي الجبنه بقت عامله زي البلاستيك تاني يوم او تالت يوم شويه، هتلاقي اللحمه اللي جوه البرجر دي هي اصلا تقريبا مش لحمه، لانها نسبه كبيره منها عباره عن فول صويا، عباره عن دهون، عباره عن اسوأ الاجزاء اللي موجوده في اللحوم. حضرتك لما بتعملي البرجر في البيت بتعمليه صحي، عارفه انت حطيتي فيه ايه، عارفه مكونات اللحمه، عارفه الجزار. طبعا كم مكسبات الطعم واللون اللي مضافه دي بيكون ليها تاثير سيء جدا
حتى حضرتك لو جبنا الساندوتش وحطيناه في البيت بره الثلاجه بتلاقيه بعد يومين ثلاثه بقى محطب شويه كده او ناشف او مقلحف زي ما احنا بنقول، دي نتيجه الاضافات. بيتحط بعض المواد في الفينو بتاعهم بحيث ان هو يدي حضرتك الشكل اللي هو يعني منفوخ شويه واللمعه بالظبط كده. دي مواد ليها تاثير ضار وليها تاثير مسرطن مع مرور الوقت. طيب احنا اتكلمنا عن التاثير بشكل عام على صحه الانسان، على وجه الخصوص بقى على الذاكره، ده تاثيره ايه على الذاكره؟ طبعا يا فندم ده كله بيأثر على النواقل العصبيه في المخ. ليه؟ لان اغلب هذه الوجبات بيضيفوا ملح اسمه ملح جلوتامات الصوديوم، MSG الاختصار بتاعه. الملح ده مشكلته يا فندم انه بيلعب على الجهاز العصبي عشان يزود احساسنا بالطعم 8 مرات. ان حضرتك تاكل قطعه الفراخ او البرجر طعمها لذيذ، طعمها شهي. ليه؟ لانه حاطط ملح جلوتامات الصوديوم، او دلوقتي كمان بقى يتباع في الاسواق الشعبيه تحت اسم الملح الصيني، واللي موجود برضو في الاكياس الشعريه سريعه الاعداد والتحضير. هو للاسف هذه النوعيه من الملح ضار على جميع الفئات العمريه، يعني ضار على الكبار بتاثر على الذاكره، ضار على الاطفال بتسبب تشتت الانتباه، فرط الحركه، ضعف التحصيل الدراسي، لان هو عشان يدينا الطعم الزياده ده هو طول الوقت عامل ضغط على الجهاز العصبي عشان يزود من شعورنا. كمان المخ سبحان الله اغلب تكوينه من الدهون، فهو محتاج الدهون الصحيه زي الاوميجا 3 مثلا. طبعا الدهون اللي بيستخدموها للاسف في هذه المطاعم هي دهون بعيده تماما عن الصحه. الزيت مستخدم مئات المرات، مش هقول عشرات المرات، والله اعلم كمان ممكن يكونوا بيستخدموا الزيت اللي بيتم الان اعاده جمعه واعاده تدويره مره اخرى، لان حضرتك مش شايف. فطبعا هذه الدهون العاليه لما بتيجي تخش عندي على المخ، المخ مش عارف يتعامل معاه، فبيبتدي يحصل تصلب في الشرايين، بيبتدي يحصل ضعف في الذاكرة. السكر الكتير كمان اللي داخل مع مرور الوقت ده بيأثر على الأعصاب، لأن احنا عندنا مرض السكر والإصابة بمقاومة الأنسولين من الحاجات اللي بتأثر على جسمنا بشكل سيء جدا. كمان الأكلات الجاهزة يا فندم ما فيهاش ألياف، يعني ما فيش خضار، احنا ما مش شايفين خضار، يعني ممكن يحط ترانش الطماطم كده مع حته خصايه دبلان على الساندويتش او كده. طب فين الالياف اللي هي بتكون بيئه صالحه للبكتيريا النافعه اللي موجوده في الامعاء؟ كلنا كبشر عندنا بكتيريا نافعه ليها دور ايجابي، بترفع من مناعه الجسم موجوده في الجهاز الهضمي. للاسف وجود هذه المقليات والزيوت والبهارات بكميات كبيره والشطه والحاجات دي كلها بتقتل البكتيريا النافعه. فانا الشخص مع تكرار استخدام السكر والدهون كمان المناعه، ما فيش فرصه ان خلايا دفاعيه مناعيه تتكون في جسمي، فمن هنا بتيجي ان المناعه تضعف. طالما المناعه ضعفت في جسم الانسان، لان ده الجندي اللي طول الوقت بيدافع عن جسمنا، بتبتدي بقى الامراض، مش الذاكره بس، بيبتدي الجهاز الهضمي، بتبتدي مشاكل القلب، الكلى، الضغط كمان. احنا النهارده في حملة 100 مليون صحة اكتشفنا ان في اطفال عندهم ضغط دم مرتفع وسنهم صغير جدا بسبب الوجبات السريعة، بسبب الشعرية سريعة الاعداد والتحضير، لان الملح طبعا عبارة عن صوديوم بيرتفع. طب لو حد استخدم الشعرية نفسها من غير الاكياس اللي بتبقى فيها اللي هي الملح والمكسبات الطعم والحاجات دي، هو طبعا يفضل ان احنا ما نستخدمهاش خالص، ولكن لو حد استخدمها بدون فهو بيقلل من الضرر مش بيمنعه. طبعا هو الكارثة كلها في مجموعة الأكياس اللي موجودة، وكان حصل بسببها مشاكل صحية قبل كده وجت فترة واتسحبت من السوق. والله احنا لو عملنا شوية مكرونة في البيت هيكون أفضل. يعني احنا برضو لازم نرجع للأكل البيتي زي ما حضرتك ذكرت في بداية حوارنا. الأكل البيتي أنا عارفة أنا حطيت إيه، مش لازم يكون غالي عشان يكون صحي. على فكرة الأكلات البسيطة كتير من السادة المشاهدين هيقولوا طب ما احنا برا البيت ناكل إيه؟ يعني أنا في الشغل بخرج من الصبح برجع آخر النهار، في كذا حل هنقوله لحضراتكم. ممكن أفطر كويس قبل منزل، طب ما عنديش وقت إن أنا أفطر، يبقى هروح السوبر ماركت، أروح أي مكان بيبيع أكل. النهاردة السوبر ماركت في كل حتة حوالينا، ليه ما أجيبش مزايا، ليه ما أجيبش ثمرة فاكهة، والنهاردة ممكن أشتري بالقطعة الميزان الإلكتروني بيوزنها لي.
ليه ما اجيبش عبوه لبن رايب او كوبايه زبادي بدل المشروبات الغازيه؟ يعني الكنز بتاعه المشروبات الغازيه دي فيها حوالي 300 سعر حراري مثلا. طيب بالنسبه بقى للمشروبات الغازيه دكتور، يعني ما فيش خلاف على ان المشروبات الغازيه مضره بالفعل، ده حقيقي. دلوقتي بقت شفنا ابتدت تنتشر قوي، هي موجوده طبعا من زمان بس ابتدت تنتشر قوي دلوقتي، الميه الفواره او الميه الغازيه اللي فيها تست او طعم، من في طعم وفي من غير، هل هي مضره ولا يعني استخدامها افضل من المشروبات الغازيه؟ لا طبعا استخدامها افضل من المشروبات الغازيه، طبعا هي ملهاش الضرر بتاع المشروبات الغازيه طبعا، لان المشروبات الغازيه انت عندك كميه فورات اعلى، عندك الوان مضافه كميتها اعلى، فاحنا بنقول البديل يا كوبايه لبن يا مياه فوره زي اللي حضرتك ذكرتيها يا المياه المعدنيه، لان اي حد بيجوع اثناء العمل ابسط حاجه بيروح يعملها ايه؟ كيس بطاطس مقليه شيبس يعني، ومثلا معاه شوكولاتايه وعصير او كنز بيبس. كيس البطاطس المقليه اللي وزنه حوالي 80 جرام ده فيه حوالي 550 سعر حراري، اللي احنا بنقزقزه كده وما شبعناش على فكره ولا استفدنا منه، سلينا بس. السلينا بس. الشوكولاتايه اللي وزنها 35 جرام هي بتديني حوالي 192 سعر حراري. كوباية العصير حوالي بتديني لا يقل عن 200 سعر حراري، البيبسي طبعا أعلى لأن السكر. احنا عدينا سعرات حرارية وفي الآخر جسمنا ما استفادش. طيب في بعض الأحيان دكتورة يعني لو هنتكلم مثلا على الحاجات اللي بتخلي الناس عايزة تاكل بره، المكسبات طعم زي ما حضرتك ذكرتي والبهارات، تمام. طيب لو استخدمنا الحاجات دي في البيت مع تجنب بقى بقية الحاجات التانية اللي هي الزيوت هتكون نظيفة، اللحمة هتكون احنا اللي جايبينها وعارفين مصدرها، هل ده ممكن يؤثر على صحة الإنسان؟ ولا الفكره في ان هم عشان بره بيستخدموها بقى مع زيوت مستخدمه اكتر من مره، فده اللي بيؤثر بشكل سلبي على صحه الانسان؟ طبعا هو الجانب اللي حضرتك ذكرته اللي هو يعني الشؤون الصحيه تقريبا تكاد تكون غائبه، اللي هو تكرار استخدام الزيوت، وممكن المواد الخام اقل المواد الخام جوده، ولكن طبعا لما احنا بنستخدم في البيت المواد الخام بتاعتنا، بنستخدم الزيت بتاعنا، طبعا احنا مش نصيحتنا ان احنا الناس طول الوقت تقلي وتاكل، ولكن لو حابب اكل ممكن اعملها مره او اتنين على مدار الاسبوع، يكون في طبق سلطه خضراء، الخضار مغسول كويس محطوط جنب الاكل. لكن اقصد ان البهارات ما فيش منها مشكله، البهارات لو مصدر موثوق من وما نكترش منها برضو، لان كثره استخدام البهارات في المجمل هي بتاثر على القولون وبتهيج القولون وبتعمل لي مشاكل في الجهاز الهضمي. يعني انا بشوف الشباب جايب سندوتشات تقريبا يكاد يكون السندوتش شطه، وفي نودلز موجوده عشان ما نعرفش ايه اللي فيه اصلا، ده حقيقي هو ده حقيقي هو بيخبي المنتج. وفي حاجه كمان بتحصل في جسم الانسان مع اعتياد تناول هذه الاكلات، مع مرور الوقت بتزيد نسبه الدهون في اجسامنا. سبحان الله لما بتزيد نسبه الدهون في اجسامنا تذوقنا للطعم الاصلي للاكل بيقل. صحيح. بنحب بقى نضيف المايونيز، بنحب نضيف الكاتشب، الصوص، نكتر الملح، نكتر الشطه، لان الاحساس بالطعم بدا يغيب، خلايا التذوق اللي موجوده في اللسان بدا دورها يقل، فكل ما الحاجه كانت صحيه، كل ما كانت معموله في البيت، وزي ما حضرتك يا استاذه جمانة ذكرت النهارده الوصفات ماليه الانترنت. صحيح. بدل الطريقه 1000، فانا نصيحتي للساده المشاهدين حافظوا على صحه اسركم، حافظوا على صحه اولادكم، الاكل البيتي، الاكل الصحي، لازم نرجع للمائده الاكل الصحي تاني، احنا تهنا. النهارده احنا في جمهور بيظهر في العيد اسمه جمهور العيديه. الجمهور ده اللي هو من سن تقريبا 8 9 سنين لسن 20 سنه ثانوي كده، تلاقي حضرتك اول ما ياخدوا العيديه جري على محلات الفاست فود. هما بيعيدوا كده، هو ده بالنسبه لهم العيد. طيب برضه في الحقيقه طلب من اتفضلي الكنترول فوق، في بيسالوا عن الناس اللي بتحب تفطر بعد الشغل، يعني ما يجيبوا مثلا سندوتشات فول، بطاطس، الحاجات بتاعت الفطار الصبح، تمام. الطعميه، الكلام ده كله خطر ولا عادي؟ هو طبعا مشكلتنا في ده كله اللي اتقال، البطاطس المقليه والطعميه. الزيت هم نفسهم وهم واقفين يشتروا شايفين شكل الزيت يعني، وشايفين لون الزيت، ما فيش مشكله لو خدناها مره في الاسبوع مش كل يوم، ده مهم جدا. لا ومش لازم كل يوم يا جماعه طعميه، يعني حتى لو الزيت ده صحي، حتى يعني لو الزيت لسه مش كل يوم بس في المجمل يعني لو مره او حاجه في الاسبوع ما فيش مشكله، ولكن انا مشكلتي ان نسبه الزيوت العاليه اللي داخله جسمي، حتى لو الراجل لسه فاتح ازازه الزيت وحاطط
في الطاسة منها قدام عيني، ما ده كله بيجي يركن في الأوعية والشرايين ويأثر على كفاءة الجسم ومناعة الجسم مع مرور الوقت. أنا عاوز أقول لحضرتك إن معلقة الزيت الجرام الزيت الواحد المادة الدهنية بتدي 9 سعر حراري. فطبعا الطعمية بس احنا بنشوف مكانها في الورقة كمية زيت قد ايه، ده غير اللي جوه الطعمية يعني دخل جسمي قد ايه. لما هناخد بطاطس وهناخد مش عارفة فول كمان عليه زيت، وهي اغلب الوجبات الفطار للاسف بتبقى نسبه الزيوت فيها عاليه جدا. فده طبعا مع مرور الوقت بيكون ليه تاثير. المشكله يعني حضرتك شايفه ان الزيت اللي بره بيعمل مشكله اكتر، ده حقيقي. لكن لو حد هيفطر فول في البيت او الحاجات دي مفيش، لو حطينا معلقه زيت زيتون على الفول مفيش مشكله. لو عملنا الطعميه في الاير فراير النهارده اللي هي القلايه الهوائيه موجوده في كل بيت النهارده، البطاطس بقت دي طبعا من الحاجات الصحيه الموجوده. مش لازم نغرق الاكل زيت، يعني في ناس دايما تملى الطاسه زي كده وتروح حاطه الاكل بحيث ان هو ده الشهي الصحي كمان. واحنا بره البيت يعني، وناس كتيره تقول طب ما احنا هناكل ايه، اضطريت ان انا اكل بره البيت. في الاسماك نقدر ناكل سمك، الاكلات المشويه افضل بكتير لو من مكان موثوق منه من الاكلات اللي هي اللي فيها الصوص وفيها الكاتشب وفيها المايونيز وفيها الحاجات دي كلها. المشروبات الصحيه المصريه بتاعتنا يعني احنا طول الوقت ناسيينها واتجاهنا. وانا مبسوطه الفتره الاخيره ساعه احداث غزه الناس بقى عندها وعي بال يعني المقاطعه شويه والحاجات. اتمنى ان ده يكون في صالح صحتنا قبل اي حاجه، يكون عن وعي باهميه صحتنا. المشروبات عندنا احنا في فصل الشتاء دلوقتي، يعني احنا ليه ما نعملش كوبايه سحلب، كوبايه كاكاو باللبن، عندنا اليانسون، النعناع، التليو. المشروبات دي طيب ليها تاثير على الذاكره؟ بالعكس دي صحيه جدا، يعني ملهاش تاثير سلبي، قصدي يعني بالعكس من الحاجات اللي ليها تاثير صحي جدا وبتساعد على التركيز وبتساعد على زياده التحصيل وبتقوي المناعه. يعني احنا عندنا البابونج والكاموميل والجنزبيل والقرفه من الحاجات كمان دي اللي بتظبط مستوى السكر في الدم. فالمشروبات دي سبحان الله اللي هي عباره عن اعشاب بس طبعا تكون من مكان موثوق منه، مفهوم طبعا. دي بتكون صحيه جدا على صحتنا. طيب طول الوقت بما اننا بنتكلم عن تقويه الذاكرة وازاي الطلاب يقدروا يحصلوا اكتر خلال الفترة دي، عايزين من حضرتك بعض الامثلة للخضروات والفواكه اللي بتساعد على التركيز. سبحان الله كل الخضار والفاكهة بيساعد على زيادة التحصيل الدراسي لانه غني بالمعادن والفيتامينات، وخصوصا الحاجات اللي فيها حديد. يعني زي عندنا مثلا البتنجان في حديد، اغلب الخضروات الورقيه كلها فيها حديد. بس اهم حاجه دايما ااكد على الساده المشاهدين، مهم ان احنا نغسل الخضار والفاكهه بشكل كويس جدا. كمان من الحاجات المهمه جدا وبتساعد عندنا على زياده التحصيل الدراسي الاسماك. الاسماك عندنا من الحاجات الهامه جدا، بتحتوي على الاوميجا 3 خصوصا سمك الماكريل، سمك البوري، السلمون، السردين، لان المخ زي ما قلنا في بدايه حوارنا عايز الدهون الايجابيه. فالاسماك عندنا من الاختيارات الكويسه، شويه سمك معهم شويه رز، شويه سلطه خضراء، اكله متكامله صحيه. عندنا كمان احنا في الشتاء ويعني الشتاء لسه ما دخلش قوي، بس شوربه العدس، شوربه العدس من الحاجات الغنيه بالسيلينيوم، حاجات الغنيه بالزنك اللي بتقوي المناعه، فيها نسبه حديد، معاهم شويه خضره حلوين. وممكن احنا كمصريين كمان، وعلى فكره دي الاكله اللي بنت الاهرامات، يعني العدس وشوربه العدس وفته العدس دي من الاكلات اللي بتدي طاقه عاليه جدا وتساعد على التحصيل الدراسي. بلاش المنبهات بشكل عام، يعني لان المنبهات من الحاجات اللي بتخلي الطالب يقعد فتره طويله مصحصح وكل حاجه، ونيجي ساعه ورقه الاسئله تتحط خلاص كله بيطير. طيب ورقه الاسئله والتركيز، في بعض اولياء الامور بتبقى مقتنعه انه عشان يركز ساندوتش الحلاوه ده بتدي طاقه وبتخليه يركز، ده صح ولا لا؟ ده حقيقي، الحلاوه من الحاجات الصحيه الجميله اللي بتدي طاقه وغنيه جدا بالسمسم، سبحان الله غنيه جدا بالسمسم، والسمسم من الحاجات اللي بتساعد على التركيز وبتزود الذكاء وغنيه بالكالسيوم. يعني دايما بعض الاباء يقولوا الاولاد ما بيحبوش يشربوا اللبن، بقول الحلاوه الطحينيه بس ما افضلش طول النهار اكل حلاوه برضه، ما انا السكر هيعلى عندي طبعا. فهو لما يبقى ساندوتش في اللانش بوكس او على وجبه الفطار من الحاجات اللي بتساعد على التركيز. البيض عندي كمان من الحاجات
الوجبات الصحية جدا اللي فيها لازم تكون أساسية في الفطار كمان. ده أساسية في الفطار خلال فترة الامتحانات، وهو يعتبر دلوقتي أرخص أنواع البروتين الحيواني المتوفرة. البيضاية الواحدة عندي فيها حوالي 6 جرام بروتين، كلهم قابلين للاستفادة. شرب المية من أهم الحاجات اللي بتساعد على التركيز. شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، شرفتينا ونورتينا يا فندم. أهلا وسهلا بيكم، سعدت بلقائكم. احنا أسعد، شكرا لحضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقرتنا في صباح الخير يا مصر. جامعة القاهرة الفرع الدولي نظمت مسابقة في البحوث الاجتماعية حول المشروعات القومية في مصر عن أهميتها والنتائج المتوقعة وإيه اللي تم إنجازه على أرض الواقع حتى اللحظة. المسابقة دي بتيجي في إطار الحرص على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروعات الجامعة لتطوير الوعي الوطني وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وكمان تشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية وأيضا المسابقات الدولية. جمال، صحيح يا شاذلي، خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المسابقة، نتعرف عليها دلوقتي مع دكتور محمد العطار مساعد رئيس جامعة القاهرة لشؤون الفرع الدولي للشؤون الأكاديمية. صباح الخير لحضرتك يا دكتور، وبعد التحية لو تقول لنا ايه الدافع لتنظيم مسابقة عن المشروعات القومية المصرية، وليه اخترتوا الفرع الدولي عشان تتعامل فيه هذه المسابقة تحديدا؟ تمام، صباح الخير يا فندم وصباح الخير على السادة المشاهدين. هو احنا في الفرع الدولي مؤسس حديثا وبدأت الدراسة فيه في سبتمبر 23 في جامعة القاهرة، فرع من فروع جامعة القاهرة، بندرس فيه برامج مشتركة مع الجامعات الأجنبية. الحقيقه الغرض من المسابقه ان احنا نعرف الطلاب بالمشاريع القوميه عشان نزود الوعي بين الطلاب ونعرفهم بدور المشروعات القوميه في توفير فرص عمل للشباب وتنميه الاقتصاد المصري وتوفير العمله الصعبه وحاجات كثيره جدا من الاهميه بتاعت المشروعات القوميه، لان يعني الحقيقه احنا لقينا ان الشباب حاجات كثيره جدا بيبقوا مش عارفينها عن اهميه المشروعات القوميه والدور اللي هي بتعمله. فاحنا لقينا دي فرصه كويسه في الظروف اللي احنا فيها ان احنا نعرف الشباب بالكلام ده ونعمل لهم مسابقه عشان خاطر نحفزهم ان هم يدرسوا ويقروا ويعرفوا ويشوفوا. والحقيقه رد الفعل بتاع الاولاد كان بوزيتيف جدا وايجابي جدا جدا فوق الوصف. طيب دكتور محمد، شكل المسابقه عباره عن ايه؟ تمام، احنا قلنا لهم احنا عايزين نعمل من كل طالب عايز يشترك في المسابقه حددنا 3 مجالات، مجال التصوير ومجال المقال التصوير اللي هو صفحه او صفحتين ومجال البحث العلمي اللي هو 10 صفحات فما اكثر. يشرح لنا ينقي مشروع من المشاريع القوميه، يقول لنا اهميه المشروع ايه، النتائج المتوقعه من المشروع ايه لو ما كانش المشروع تم، او النتائج اللي حدثت فعلا لو المشروع كان تم انجازه، وما تم انجازه على ارض الواقع للمشاريع الجاريه دلوقتي. وعملنا الاعلان يوم 28 نوفمبر وقلنا للولاد يسلموا يوم 4 ديسمبر، والحقيقه لقينا اقبال عالي جدا وكثير من الطلبه طلبوا ان احنا نمد مهله التسليم، فخلينا التسليم يوم 8 ديسمبر، وفعلا احنا استلمنا المشاريع يوم 8 ديسمبر والاعلان النتائج هتبقى الاسبوع دوت ان شاء الله تعالى. طب دكتور، بالنسبه ل يعني الظروف او يعني مش عارف المسابقه نفسها، هل هي عباره عن يعني بتعتمد على احصائيات ام دراسه، يعني بتعتمد على ايه؟ تمام يا فندم، الجزء بتاع التصوير مثلا ده كان بيعتمد ان الطالب يروح المكان بتاع المشروع ويصور صور واقعيه من الموقع، عشان كده احنا كنا عايزين الاولاد يروحوا ويشوفوا بعينيهم الوضع ايه. المقال ده بيعتمد على ان الطالب بيبقى عارف وقاري وبيلخص في صفحه او صفحتين اللي هو فهمه عن الموضوع بتاع المشروع. البحث العلمي في الحقيقه هو بيجمع الاثنين، البحث العلمي هو برضه عنده نولج وبيعمل دراسه على الانترنت ويشوف الاخبار والمواقع بتاعت الصحف وايه الاخبار اللي مكتوبه عن المشروع القومي اللي هو اختاره، زائد التصوير. يعني لازم برضه يصور صوره او صورتين للمشروع اللي هو بيتكلم عنه. طيب ايه ابرز المشروعات يا دكتور، ولو كان في تركيز حتى على المشروعات اللي ليها عائد مباشر على الشباب بما اننا طبعا بنتكلم مع الطلاب؟ شوف يا فندم، هو عملوا على مشاريع كتيره جدا، انا هقول لك لسته بالمشاريع اللي احنا شفناها جايه لنا في الانبوت بتاع الطلبه، وهقول لك اكتر مشاريع كانت الطلبه مركزه فيها. احنا جالنا مشاريع عن محطه الضبعه النوويه، عن قناه السويس الجديده، عن المنطقه الاقتصاديه قناه السويس، عن القطار السريع، وعن مشروع حياه كريمه. لكن اكتر حاجتين كانت الطلبه مركزه فيهم مشروع حياه كريمه ومشروع محطه الضبعه النوويه. طيب وبعد يعني فن بعد ما بتتعمل هذه المشروعات وبتتقدم في المسابقه ايه اللي بيحصل؟
ايه مصير هذه المشروعات؟ احنا دلوقتي بنحكم المشاريع، وبعد ما نحكم المشاريع ونحدد المشاريع الفايزه بالمركز الاول والثاني والثالث في كل مجال من المجالات، احنا هنخلي الطلبه اللي فازوا بالجوائز يعملوا بوستر للمشاريع اللي هم قدموها يتعلق في الفرع عشان خاطر كل زمايلهم بقى اللي ما شاركوش يعرفوا. الحقيقه احنا مهتمين جدا في جامعه القاهره بوجه عام وفي الفرع الدولي بوجه خاص ان الطلبه تعرف الانجازات اللي موجوده على ارض الواقع في البلد. مهم كمان يكون في دقه كمان يا دكتور في الاحصائيات والارقام اللي بيعتمد عليها الطلاب في رصد هذه المشروعات، وحضرتك بتتكلم على المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، اعتقد ان ده مش مشروع واحد، يعني المنطقه الاقتصاديه فيها عدد كبير جدا جدا من المشروعات في هذه المنطقه. بالظبط يا فندم. احنا الحقيقه شكلنا لجنه من اعضاء هيئه التدريس في جامعه القاهره من الكليات المختلفه، كليه اقتصاد وعلوم سياسيه، كليه الهندسه، الكليات المختلفه اللي ممكن تبقى ليها انبوت في المشاريع اللي ولاد بيقدموها، واللجنه دي هي اللي بتقيم المشاريع وبتقيم الجديه بتاعت المشاريع والبيانات اللي هم جايبينها، بيانات موثقه ولا بيانات مش مظبوطه وكده. طيب بناء على ايه حضراتكم بتختاروا المشروعات اللي هتفوز؟ بناء يا فندم على الدقه بتاعت العرض اللي الطلبه عاملينه، وبناء على بقى جهات يعني وجهه نظر اكاديميه شويه، طريقه العرض بتاعت الحاجه من وجهه نظر اكاديميه موافيه للاشتراطات بتاعت كتابه مقاله او بحث علمي من وجهه نظر اكاديميه ولا مش موافيه للاشتراطات بتاعت الكلام. المشروع بيبقى طالب واحد ولا اكتر من طالب ممكن يشتركوا في نفس المشروع؟ لا، هو كل مشروع طالب واحد يا فندم، واحنا بندي لكل مجال من الثلاث مجالات اللي هم التسويق والمقال والبحث العلمي ثلاث جوائز، الاول والثاني والثالث. هل في كليات معينه؟ طلبه ممكن يفوزوا. بقول لحضرتك يا دكتور، هل في كليات معينه؟ هو احنا الفرع الدولي في الوقت الراهن في خمس كليات موجوده جواه، في برامج تبع خمس كليات: اقتصاد وعلوم سياسيه، حاسبات، اداب، طب بيطري، وطب اسنان. هم دول الطلاب اللي موجودين عندنا في الفرع الدولي بينتموا للخمس كليات دول، فهم دول المقدمين في المسابقه. وايه الجوائز يا فندم؟ حضرتك قلت بيبقى في جوائز للمركز الاول والثاني والثالث. الجائزه الاولى في كل مجال 3000 جنيه، الجائزه الثانيه 2000 جنيه، والجائزه الثالثه 1000 جنيه. طيب ومين اللي بيختار الموضوعات للطلاب او المشروعات المتعلقه بكل طالب؟ لا يا فندم، احنا سيبنا بقى اختيار المشروعات دي للطلبه، هم اللي ينطلقوا ويشوفوا. احنا الحقيقه كان غرضنا في الاخر وفي الاول من المسابقه ان احنا نعرف الطلبه بالمشاريع القوميه، فاحنا بالتالي ما تدخلناش خالص في اختيار المشاريع، سيبناهم هم يشوفوا. وعشان كده يعني انا قلت لحضرتك خمس مشاريع، الحقيقه في اكثر من كده بكثير الطلبه مقدمينها. الحقيقه احنا سيبناهم هم ينطلقوا بقى ويشوفوا ايه المشاريع اللي موجوده في البلد فعلا على ارض الواقع. وان شاء الله برضه في النيه ان احنا هنعمل ندوه في الاخر على نهايه الفصل الدراسي قبل بدايه الامتحانات، عشان خاطر نعرف الطلبه اللي هم قالوه والمشاريع القوميه اللي موجوده في البلد بناء على العرض اللي هم عملوه. يعني بحسب كلام حضرتك يا دكتور محمد، ممكن مثلا مشروع زي مشروع الضبع نلاقي فيه عشرات الابحاث مثلا مقدمه، لكن كل واحد ليه طريقة في العرض مختلفة عن الطالب الثاني، وبالتالي ده اللي بيميزه أو اللي بيخليه مثلا يحصل على المركز الأول. بالظبط يا فندم، كل واحد جاب البيانات من مصادر معينة، فممكن المصادر دي تبقى أدق من مصادر ثانية، تبقى فيها وفرة من البيانات أكتر من واحد زميله الثاني، وطريقة الصياغة بقى بتاعت الحاجة لازم تكون طريقة صياغة علمية موافية للمعايير العلمية لصياغة بحث أو تقريب أو مقال. عظيم جدا، إحنا وصلنا للبحث اللي حصل على المركز الأول، إزاي نقدر ننشر هذا البحث بحيث إن عدد أكبر من الطلاب يستفيدوا منه؟ والله المخطط إن إحنا هننشره في حدود الجامعة، يعني بره الفرع الدولي كمان. طبعا جوه الفرع الدولي زي ما قلت لسعادتك احنا هنعمل بوسترات للمشاريع الفائزه، وهننظم ندوه احضارها الطلاب اللي موجودين عندنا كلهم، نعمل فيهم ملخص للمشاريع كلها الفائزه واللي حتى ما فازتش، ونركز على المشاريع الفائزه عشان الناس تعرف. الغرض بتاعنا ان الطلبه يعرفهم ايه كم المشاريع القوميه اللي بتدار في مصر دلوقتي. الحقيقه الكم فوق ما يخطر في بال حد وفوق ما يخطر في بال الطالب اللي قاعد قدامنا، فاحنا عايزينه يعرف كم المشاريع الموجودة، سواء اللي هو درسها او اللي غيره من زمايله درسها. برضه مخطط ان احنا نعمل زي بروشور صغير كده في صفحتين او ثلاثه، الملخص للشغل اللي الولاد عملوه يتعمم في بيانات المكتب الاعلامي بتاع جامعه القاهره، عشان كل الطلبه في جامعه القاهره يبقوا شايفين ايه اللي زمايلهم عملوه. طبعا نشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور محمد العطار، مساعد رئيس جامعه القاهره لشؤون الفرع الدولي للشؤون الاكاديميه. بكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا مع حضراتكم، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.